مساء الخير، تحية رياضية، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من بالمكشوف. سهرة الرياضة على قناة حنا بعل، سهرة كل ثلاثاء أكيد إن شاء الله تكون سهرة ممتعة ورائقة. في حصتنا الليلة سنتحدث عن التنقيحات والتعديلات الجديدة في الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم، خاصة مشروع التقسيم الجديد للرابطات بين مؤيد ورافض. باش يكون موجود معنا ولا هو موجود معنا سي ماهر السنوسي نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وأيضا السيد محمد الغور رئيس اتحاد تطاوين اللي سعد من القسم الخامس الى القسم الرابع، باش نسهل عليكم الامور. في جامعه الكاراتيه صراع القانون والطعون من اجل كرسي الرئاسه بين حنا بعل الجغام ومنيره المعروفي. في شارع الصحافه اعتزام الصحفيين الرياضيين بعث اتحاد او جمعيه خاصه بهم اثار النقابه الوطنيه للصحفيين، واكيد زملائنا باش يكونوا موجودين معنا بعد قليل، طارق الغديري وسامي القصريني. احداث عنف خطيره في قاعه جرومباليا في مباراة شكلية لكرة اليد ومواقف جميع الأطراف، وأيضا باش يكون معنا سعاد العثمان رئيس رابطة كرة اليد. الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في نفس المجموعة في دوري المجموعتين في كأس رابطة الأبطال الإفريقية نسخة 2012، إن شاء الله يكونوا موجودين الاثنين في الدور النهائي، واللقب يبقى في تونس. نعرفوا الترجي هو حامل اللقب. النادي الإفريقي سيتقابل مع جوليبا المالي في الدور ثمن النهائي الثاني لكأس الاتحاد الإفريقي والأسبقية المعنوية للإفريقي، ثلاثة ترشحات مقابل اثنين للفريق المالي. أيضا بعض اللقطات والتعليق، فيها اللقطات الطريفة وأيضا اللقطات الحزينة والمؤثرة بين ظفرين، أكيد ركن للمتابعة وأيضا وجه لوجه. سنعود للمرة هذه الليلة زوز نجوم، النجم الساحلي ونجم أولمبيك سيدي بوزيد، والتفاصيل إن شاء الله تابعوها معنا خلال هذه السهرة الرياضية. سي ماهر سنوسي مرحبا بك، نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. شرفنا مرة أخرى بحضورك في هالبلاتو. شكرا. سي محمد الغول رئيس اتحاد تطاوين، مرحبا بك سي محمد، مبروك الصعود. عايشك يبارك فيك، إن شاء الله إن شاء الله يصير منها صعود. إن شاء الله، بداية طيبة. رضا جدي مرحبا بك، مساء الخير. مرحبا لبيب، مرحبا بكافة الحضور، مرحبا بالشباب المشاهدين. طارق الإعلامي مرحبا بك طارق. أهلا وسهلا لبيب، مرحبا بزملائنا، مرحبا بالحضور الكرام، ومرحبا بما يختار بالمكشوف الليلة إن شاء الله. نادر داود مساء الخير، مرحبا بك. تحية ليك لبيب، تحية لكل خيان في البلاتو، وتحية لكل السادة المشاهدين. شاكر الكنزالي مرحبا بك شاكر. مرحبا بك لبيب، مرحبا بكل الحضور وكل السادة المشاهدين. كالعادة لبيب نبدالك بآخر فرسويات، الحقيقة وصلتنا آخر الأسبوع هذا، فما إعلام يقول نظرا لما تقتضيه مصلحة النادي الإفريقي من لم شمل بعد التشتت دام طويلا مما أدى إلى الوضع الحالي، تعتزم خلية أحباء النادي الإفريقي بجربة بمبادرة خاصة من أعضائها تنظيم ملتقى وطني لخلايا الأحباء تحت شعار النادي الإفريقي للجميع ولا لتهميش الخلايا، وذلك للنظر في حاضر ومستقبل النادي الإفريقي. الملتقى يوم السبت 19 و 20 ماي 2012. فما فاتش اخر خاص بالعاب القوى لبيب، ميساج نقراه لك يقول لك كان الموعد مع نهائيات وطنيه لفرق العاب القوى ونهائيات وطنيه لاصغر فردي، مئات من الشبان والشابات من كافه جهات الجمهوريه التحقوا بالعاصمه المشاركه على متن وسائل نقل مختلفه، حافلات وسيارات اجره، وتكبدت النوادي مصاريف طائله للاقامه والاكل والنقل. صباح الاحد في ملعب العاب القوى بالمنزه التقى كل هؤلاء الشبان والشابات يحدوهم العزم للحصول على نتائج مشرفة، لكن الصدمة كانت لبيب أن أعلن الحكام دخولهم في إضراب وامتنعوا عن التحكيم. قلت قدم عادية. أي قدم محمد الجمودي الرئيس الوقت الجامعة للتحدث معهم دون نتيجة، وتوجه رياضيون وممرنون إلى الوزارة وتحدثوا مع مسؤول سامي وعدهم باسترجاع المصاريف، وقرر تأجيل تظاهرة اليوم غير مسمى. لبيب ذي التعليق ليك بالطبيعة. قبل ما نرجع لك سؤال الحصة متاعنا اليوم يقول ما هو المشروع الأمثل لتحسين مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم؟ إذا كان تقولوا 12 فريق MBK 1، 14 فريق MBK 2، و16 فريق MBK 3 على رقم الاس ام اس بتاع العاده 87 8 87، وبقيه العناوين لبيب بالنسبه للي يحب يتصل بنا عن طريق الهاتف 70 944 944، الفاكس 71 759 477، والاس ام اس 87 8 87، والايميل sport@anibaltv.com.tn. لبيب ننتظر تفاعلات الساده المشاهدين. علاش قلت عادي مثل هذه الامور، وقفه احتجاجيه ولا اضراب الحكام؟ لانه الشاذ اصبح عادي في رياضتنا، الله غالب وكاننا نحرث في البحر، سامحوني، بين ظفرين. نبدا بالدخله رضا. دخله لبيب، في ظل نهايات الالعاب المدرسيه اللي صارت نهايه الاسبوع الفارط،
تحية إلى المعهد الثانوي بحومة سوق جربة، هذا المعهد اللي تكونت فيه 7 سنوات وتمكن من الحصول على 2 كؤوس أصغر وأوسط، وخاصة بقيادة أحد الأساتذة اللي كان درسني السيد سمير الكامل. دونك تحية للأخيان اللي ينشطوا في المعهد هذا رغم محدودية الإمكانيات، ثم ملاحظة خاصة في ظل التنظيم ثم بعض النواقص اللي كانت موجودة همسة إلى الجامعة المدرسية باش تقف خاصة على النواقص هذه. النقطة الثانية هو مش في جربة برك، في 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 كل المعاهد والمدارس، نحكي عن النهايات خاصة الجانب المادي، حيث كل معاهد تتكبد مبالغ لبس بها باش توصل للنهاية هذه. النقطة الثانية هي حضرت الأسبوع الفارط ملتقى للحكام خاصة لجنة المتابعة، كان خلاله ربما طريقة جلبتني وهي استباقية، حيث أنه وقفوا على تكوين المعدين البدنيين للحكام من خلال محاضرة قام بها أبو بكر الحناشي. وهنا أنا اللي يهمني خاصة في الجانب هذايا هو كيفاش لجنة المتابعة خاصة استبقت الأحداث وحاولت أنها تضع الحكام أمام مسؤولياتهم من خلال تكوينهم التكوين الصحيح. في الأخير نحب نشير لحاجة هامة، هو كون النزول سريع لكن الصعود بطيء. 18 شهر فقط لأوكسير باش يمر من كاس ربيعة الأبطال الأوروبية إلى نزول القسم الثاني، في حين مونبيليي 37 سنة لوي نيكولا وهو يحارب الرئيس الأبدي لفريق مونبيليي باش فريقه يمر من القسم الشرفي إلى كاس ربيعة الأبطال. وأنا عندي 7 دقائق نحارب مش نعمله دخلة برك، عملت 3 انت باه طارق عليك. الدخلة متاع اليوم كنت نسمع في شاكر في تفاعلات المشاهدين في خصوص جربة اللي على أساس أنه منتدى الأفريقي فوق الجميع، نادي الأفريقي أكبر من الشخوص. ما نجمش نمر مرور الكرام على اللي صار في الجلسة العامة لتنقيح نظام الأساسي النادي الأفريقي في 11 ماي، إلى حد الدعوة للجلسة العامة، إلى حد الإجراءات الأساسية في حضور ثلثي المنخرطين، إلى حد تأخير الجلسة من الساعة الثانية للساعة الثالثة، إلى حد توزيع الكتيب ليشمل النظام الأساسي النادي الأفريقي من عام 60 مرورا بالتنقيح 2009 الى النظام الاساسي مقترح اليوم، الامور كانت على العال. ثم فجاه الامور في رايي وتقديري الشخصي خرجت على اطار القانون واصبحنا في اللا قانون، باعتبار انه ماهوش هذا اللي وقع الاتفاق عليه، ومش هذه الجلسه العامه اللي وقعت دعوه لها، هي جلسه عامه لتنقيح النظام الاساسي. ما رأنا انه من دعا للجلسه يتخلف الهيئه المديره وتنتخب شخص اخر احتراماتنا ليه باش انه يدير الجلسه العامه، ثم يقع الحياد بمبدا الجلسه العامه هو تنقيح النظام الاساسي، ثم حتى التنقيح كان بالتصفيق ما كانش برفع الايادي والعد، ثم انه بعد الجلسه العامه هذه نقترحوا موعد 8 جوان كجلسه عامه انتخابيه. انا مع انه الناس كلها لابد انها تكون تحت اطار الشرعيه والقانونيه، لكن لابد من احترام الاجراءات، لانه في غياب الاجراء الصحيح هتك للحق النادي الافريقي في الجلسه هذه ما كانش متماشي مع الاجراء الصحيح. اكثر من هكا نقول لك انه ما ثماش محضر جلسه، لانه اللجنه التي انتخبت برئيسها وعضويها عهد للسيد اللي جاب باش يعمل معاينه ماديه اللي هو عدد التنفيذ لتحرير محضر جلسه، يعني ما ثماش مقرر جلسه لحد اليوم، ما ثماش محضر جلسه نتاع 11 ماي ينتظروا في تقرير المعاينه اللي قام بعدد التنفيذ باش يكون حجه على قيام الجلسه العامه. اعتبر انه كثير من الاخلالات الشكليه، نادي الافريقي اكبر بكثير من هذه الاخلالات واكبر بكثير من الشخوص، مصلحه النادي الافريقي قبل الاشخاص. نادر داوود. والله لبيب الدخله، انا 6 الصباح مشيت للجامعه نلقى لجنة النزاعات تفض في مشاكل الملاعبية والمدربين، حصيله ما نحكي لكم شو وقت فهمت عندك نزاع أنت لا لا والحمد لله ما عنديش، لكن الطريف أنه لقيت فهمت أنه كنت قدم وقت ولات تلعب في أذواقة الجامعة والمحاكم، فهمت أنا علاش أحكام كبيرة للمدربين اللاعبين ضد النوادي. جلال القادري من عنده حكم من قفصة والمنستير، إذا جدي مازال يستنى زاد مع المستير. محمد عزيز عنده كمبيالة من بنقردان. لقيت مجدي السافي عنده حكم بتاريخ 16 أفريل، أنا وريه الكاميرا. مجدي السافي معد بدني في مكان المهدية كان 16 أفريل 2011، عنده عام وشهر، عام وشهر حكاية فارغة قدام جلال القادري، عنده 2 3 ومازال ما خدمش فلوسهم. يعني الحكاية هذه نتاع ياخذوا المستحقات المادية من الجامعة ولا من الوزارة ومن فلوس سبور راهي كذبة كبيرة وحكاية فارغة. يا ولادي طبقوا القانون، ساهل ياسر. سيدا جاء مدرب بعد سينادر ما ياخذ سيدا الاجازه الفنيه كما ياخذ السينادر،
سي كلير تو توفى الامور مشاكل نتاع المدربين الملاعبيه. كل نادي عنده ملاعبيه مش خالصين ما عنده الحق ينتدب ملاعبي تونسي مش اجنبي، لكن اجانب عاد كراكوز لكن انت دبل اجانب ما عنده الحق ينتدب ملاعبي من تونس كان ما يخلص الملاعبيه القدم. اذا كان طبق القانون بالشكل هذايا بصراحة المشكلة هذه تو تزول. سؤال أخير بالله يقولون ملعب الشاد زويتن وقتاش باش نرجعوا نلعبوا فيه الكورة؟ وإذا كان مش إن شاء الله إذا كان مش نرجعوا نلعبوا فيه بالله يقولون علاش؟ وما تنساوش ملعب حمام نمف. باهي سي محمد عندك دخلة؟ والله أنا معناها من وحي اللحظة إي معناها النهاية الغريبة معناها البطولة الإنجليزية في معناها كل شيء تلعب في الريد جي وفي بالي ما سمعنا حتى شيء معناها صار ماكش باش تسمع معناها بطوله قيمه البطوله الانجليزيه كي نشوفوا احنا معناها التخبط اللي واقعين فيه معناها في تحديد بطل ولا في تفادي نزول وفي قوانين معناها باش تتنقح في 6 شهور قريت الكونديكتور اللي بحذا نادر داود لا 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 من وحي بطبيعه الحال من وحي الهدف اللي ما جاي منها 600 كيلومتر ما في شك معناها اكيد وقت اللي احنا باش ننقحوا قانون نقحناه في نوفمبر باش نعاودوا ننقحوا ابري 5 ولا 6 mois معناها جيست خاطر احنا معناها ثم سطوه نتاع نوادي معناها نقارن معناها ما بين وضعين معناها نقول بيناتنا معناها سنوات ضوئيه كبيره ياسر. نرجعوا للموضوع في لقطات وتعليق. هبطوا 40,000 احتفلوا كلموهم كنتين في الميكرو راجعوا شد بلايصهم وخلوا الاحتفالات واعتذروا للمان يونايتد. يعني صراحه عقليه احترافيه وناس في درجه كبيره من الوعي ان شاء الله في يوم من الايام نوصلوا لها ان شاء الله. ان شاء الله بعد 200 سنه. سي ماهر خليك متفائل. لا انا متفائل انا هكا متفائل 200 سنه. انا مش داخل جوست ترد على سي نادر على حكايه القرارات الصادره عن اللجان هذه. هي قرارات معناها اللجان هذه ماهيش مكلفه بتنفيذ القرارات، هي مكلفه باصدار القرارات هذيك مهمتها وما تتابعش حتى معناها من اجراءات التنفيذ باعتبارها غير مشمولاتها. من ينفذ؟ من ينفذ؟ الذي ينفذ هو الشخص الذي تكون بين يديه النسخة التنفيذية من ذلك القرار. هنا باش نحكيو على كيفية التنفيذ، لأنه مش ممكن قاضي يصدر حكم ويسعى في تنفيذه، القاضي يصدر حكمه وينتهي أمره عند ذلك الحد. ومن بعد الشخص الذي يستفيد من الحكم نتاعو هو اللي يقوم بالإجراءات. احنا في الجامعة كيفاش تتم عملية التنفيذ؟ الجامعة تقتطع من الجمعيات إذا كان ثم فلوس تاع برومو سبور ولا تاع التلفزة، يعمل عقلة بين يدين الجامعة، الجامعة إذا كان ثم مبالغ متخلدة بذمتها حيال الجمعيات هذيك تقتطع المبلغ المناسب تعطيه للشخص المحكوم لفايدته وينتهي العمل عند ذلك الحد. به اليوم هذه مشكله كبيره مش في المجال الرياضي بل في المجال القضائي. هو سي طارق هنا اكد به مساله تنفيذ الاحكام القضائيه في تونس هذا لازمكم تعملوا له ديبا وحده معناها ماهوش مقتصر على الجانب الرياضي. باش نجي لكن بالنسبه للليسانس هذه اجراءات باش تكون ماهيش منطقيه معناها تكون مش منطقية. عبد ما خلصش ويلزمنا نشوفوا زاد القانون المقارن ما نقولوش احنا هكا ليسانس شد ليسانس نشوفوا في فرنسا نشوفوا في انجلترا نشوفوا في ما عندهمش مشاكلنا ما عندهمش مش عندهم ما عندهمش وقت يقولوا مدرب يعطوه بالزي لا نحكيو على التنفيذ احنا التنفيذ خلينا مشاكل هذيك موجودة في الإدارة الفنية موجودة هذاك وضعنا المالي وهذاك وضع جمعياتنا اليوم غالب الجمعيات تاعنا جيغ لا ميزيغ وكو معناها هذه أمور ثابتة ماناش احنا باش نبدلوها. اليوم الوضع نتاع تونس أنه الجمعيات تعاني من الفقر. راهو بحذانا السيد رئيس جمعيه ويعرف انه معناه سامحني في كلمه سمير سامحوني الساده المشاهدين الفقر والفرعنه يعني الفرعنه تو زادت الفرعنه قبل كان الفقر تو الفقر يا سمير نعذروهم ما نخلصوش العباد ما فهمتنيش خليك كمل نادر كجامعه احنا ماهيش سلطه ماهيش قوه عامه جامعه تمشي تنفذ على الناس. اذا جمعيه ما خلصتش نقتطعوا لها من المبالغ المستوجبه سينو فما قوانين اذا كان توصل لحد معين وقتها ناخذ القرار انه معناه تهدد الجمعيه الاخرى باش ما تعطيهاش الليسانس. ولكن الطريقه هذه لا يمكن تعميمها خاطر ما يلزمش واحد يحكي كان بالنظري لابد ان تكون له رؤيه تطبيقيه. كان باش نطبقوا الاقتراح نتاعك نقول لك ما تدخل حتى ممرن ما تدخل حتى مسؤول على حتى ملاعب كان نطبقوها ماذا كان نطبقوها ماذا ما نعطيو الاجازه للمدرب الثاني كان مش نحكي على الجامعه هذه مازالت ما جاتناش الحاله هذه ولكن حتى في الجامعات الاخرى مانيش باش نحامي عليهم ولكن الوضع كان موجود
مره اثنين ثلاثه الامور بسر معناها سي اون كاسكاد دو ديفايونس ما تنجمش تواجهها الكل بطبيعه الحال. يعطيك الصحه سي ماهر، اكيد باش نرجعوا للحديث عن هذا الموضوع. انا نحب نحكي فقط عن الالعاب الاولمبيه. 73 يوم تقريبا، شهرين و12 يوم، مازالوا يفسون عن حفل افتتاح الالعاب الاولمبيه بلندن، والاكيد وانه العارفين والخبراء والمدربين والفنيين يعرفوا ان الفتره هذه قصيره جدا لتحضير رياضي، فما بالك رياضيه من العيار الثقيل نجم نقولوا خوله بن حمزه يتبدل البرنامج نتاعها، ونستناو مستشار جاي من فرنسا باش يعاود يعمل برنامج جديد لهذه الرياضيه، في حين البرنامج نتاعها حاضر، في حين الفلوس نتاع التحضيرات حاضره. نستناو هذا الفني الفرنسي للقدوم. ما يزيش الطفله مازالت كي خرجت من اصابه والحمد لله خرجت لاباس، نظن انه المسؤولين والمشرفين على جامعه التايكواندو ما عندهمش احساس، وان شاء الله هذاك حد الباس بالنسبه لرياضينا. واكيد ان شاء الله نستناو الرد من الجامعه التونسيه للتايكواندو بخصوص تحضيرات خوله بن حمزه. قلنا في البدايه في محتوى الحصه باش تحدثوا على التحويرات والتنقيحات الخاصه اللي باش تدور او باش تصير في الجلسه العامه العاديه للجامعه التونسيه لكره القدم. نشاهد هذا التقرير الخاص باراء وانطباعات حول التنقيحات، والفريق الصحفي للقناه قام بعمل جبار لجمع هذه الاعترافات او التصريحات. نشاهد التقرير ثم نعود. بالنسبه لسيزي كيب كما ترى معناها الامور اعمق من 16 ولا 18 ولا 12 ولا 10 جمعيات، الامور اعمق من هيك. المكتب الجامعي عنده خدمه اكثر من الشيء هذايا، ما عندنا حتى مشكله مع 16 جمعيه. الشرط الوحيد معناها اذا كان البطوله توفى فامي معناها ماكس 15 جوان، اما اذا كان باش تولي تتمدد ل 29 وعندك عقود اللاعبين وعندك برشا حاجات غادي تولي المشكله. الى حد الان شفنا لي الموسم طويل برشا، ما نعرفش ربي قدر خير معناتها كيفاش يكمل الموسم هذا، خاصة على المستوى الرياضي مع الحرارة اللي صرنا فينا في شهر جويليا، مع يمكن نوصلوا لسيرتان مومون ودي ماتش باش نلعبوهم في شهر رمضان. دونك المشكلة مش في 16 فريق بقدر ما هو المشكل في الروزنامة كيفاش نتعاملوا معاه. قبل ما نعمل مخطط ب 16 ولا 18 ولا 10 10 في البي، ماذا بينا يكون معناتها ثم ميزانية مخصصة للكلوب هذا، معناتها باش يعرف روحهم دون زان ايتا باش يلعب. إذا تخذ القرار لأسباب فنية، أنا أهل العلم، فما ناس في الإدارة الفنية أدرى من احنا ويسون ميو بلاسي كنو ويعرفوا، أنا إذا هذه باش تكون معناها لصالح النهوض بالرياضة ماهيش مشكلة، أما إذا اتخذت باش نعاود نفادوا نزول دوك ماتش تي حتى كيب من المشاكل، راه قرار مش صحيح. فيما يخص زوز 10 10 حتى زوز رابطات ب 10 فرق، يظهر لي شخصيا راه اللي باش ينزل كثير معناتها من النيفو تكنيك نتاع ليغ 2، نعرفوها توا معروفه بشده المنافسه. شخصيا ما نتصورش كان معك معناتها كامل احتراماتي للفرق ربما اللي باش تصعد، المستوى الفني صعيب باش نوجدوا 20 فريق فرد مستوى في الرابطه الثانيه. حاجه باهيه لانه مش المنافسه مش تكون اكبر، وخاصة على مستوى الفريق اللي مش يصعد، وحتى على مستوى النزول. يعني ربما ما نشوفوش كما قبل مجموعتين، مجموعة من أربعة ولا خمسة فرق يلعبوا على الصعود، ومجموعة من أربعة خمسة فرق تلعب على النزول، والباقي يلعبوا دور المتفرج. هي الفكرة باهية برشا ماديا وكما تحب أنت، الجمعيات الكل تعبين، جمعيات كل تعبين، هناك طيوف التنقل، انت احنا كي مش نقلوا لتوزر ولا مش نقلوا معناها للجنوب، تحب لنا معناها احسب قداش كار وقداش معناها ملاعبيه وبخلاف. اذا كان نوصل نحيو الاجانب ونعمز مجعومات، صدقني مش نقاو في الرابطه الاولى مش نقاو برشا لاعبين، اكتشاف برشا لاعبين اللي يكونوا تو مغمورين وما نقاو في الرابطه الاولى. هي فكره تنجم تعطي ثمرتها باهيه، لانه تنقص من العبء على الجمعيات، وميم طون تولي فما كونكورونس اكثر. المشروع هذا انا نقول لك ماشي في مضره كره القدم اكثر منها حاجه اخرى، يعني وقت باش يقسمهم اون دو بول على زوز يعني شمال ووسط وجنوب، انا نقول لك ماشي في مضره الكره اكثر، ويولي احتكاك ما هوش كما كل، بل نقتربوا نحو الهوات في عوضا عن باش نمشوا للاحتراف. الفرق باش تولي تلعب سور دو بلون، اولا يلعب باش يترسح البلاي اوف ما يقعدش في البلاي اوت، واثنين باش يلعب على الاكسيسيون. دونك هذه من الناحيه الفنيه، من الناحيه الماديه كيف تقسم زوز اقسام سو لو بلون ماتيريال معناتها على المستوى المادي، المصاريف باش تنقص برشا. باش نقعدوا رؤساء النوادي نهار ثلاث باش نشوفوا صيغه اللي تنفع الكره التونسيه
وتنقص من المصاريف خاطر بالوضع اللي فيه البلاد انتقالي لابد نعملوا تجربه. ايش بيك؟ نورمالمون حقهم يستشيروا جمعيات قبل ما يقسموا قبل ما يعملوا حتى اي حاجه. هذه اول حاجه. وثانيا مجموعه زوز مجموعات ب 10 ويطلعوا ثلاثه منها وثلاثه منها 10. اذا كان ثلاثه اللي مش يهبط ولا شكون اللي مش يهبط؟ اذا كان عنده كونتراتوات بروفيسيونيل ومش يهبط للالكتروا ومش يطلع الاخر باش يعملوا كونترات بروفيسيونيل، معناها هنا بوان دروغاسيون كبيره. هذه بعض الاراء الخاصه بالفنيين وايضا المسؤولين اكيد في الرابطتين المحترفتين الاولى والثانيه. ذاك على السي محمد الغول بعد يمثل رابطه الهواة والاغلبيه تحدثوا عن التقسيم الجديد، لكن اكيد فما برشا نقاط سمار للتنقيح في الجلسه العام. هو النقاط هذه هما احنا باش نعرضوا مشروعان، هناك مشروعان سيتم عرضهما على الجلسه العامه لتقول ما تراه صالحا. هنا معناها الاداره الفنيه هي اللي درسته. باش نقول لك انا اليوم باش ندافع على المشروع هذا والمشروع هذا ما عنديش المؤهلات ذلك، لانه هناك اداره فنيه اعدت هذا المشروع بناء على معطيات فنيه ومعطيات علميه وحتى معطيات جغرافيه، معناها لتسهيل عمليه حتى معطيات انتخابيه سمال، لانه هذا كان في البرنامج الانتخابي لسيوادي الجيري. والله برنامج التقسيم لا التقسيم معناها خاصه للجمعيات الحد من المصاريف نتاعها كان هذه بعين الاعتبار، ولكن هذا ما يعتبر مجرد اقتراح. الجمعيات عندها السلطة القانونية المطلقة للمصادقة عليه أو عدم المصادقة عليه، فإن كان الجمعيات ستصادق عليه فلأن ذلك معناه يشكل ويمثل أنها قبلته، وإذا كان المقترح هذا سوف لن يقع المصادقة عليه من طرف الجلسة العامة فذلك أمر ثابت أنه معناه ما هوش باش يخدم مصلحة الجمعيات، فبالتالي الأمر يبقى موكول إلى الجلسة العامة التي ستقول كلمتها في هذا الموضوع. هذا بالنسبة للتقسيم، نحكي ساعة على التقسيم وبعد نرجع لبقية النقاط. سي محمد، التقسيم الجديد خلينا نعطيه ساعة فكرة بالنسبة للمشروع الأول في الرابطة المحترفة الأولى يبقاو 16، الرابطة المحترفة الثانية زوز مجموعات ب 10 فرق وفما بلاي أوف من بعد. الأمور مش تتغير بالنسبة للمشروع الأول والمشروع الثاني في الرابطة الأولى والرابطة الثانية. بالنسبة للمشروع الأولاني الرابطة الثالثة ثلاثة مجموعات في 14 فريق والقسم الرابع 12 مجموعة، هذا بالنسبة للمشروع الأولاني. المشروع الثاني كما ذكرنا لا تغيير بالنسبة للرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، يعني نقاط تشابه في الزوز مشاريع. ثم نلقاه في الرابطة الثالثة زوز مجموعات ب 16 كما هو الحال عليه الآن، القسم الرابع أربع مجموعات ب 14 فريق كما هو الحال عليه الآن، والقسم الخامس ب 12 مجموعة. هذوما زوز مشاريع المقترحة. سي محمد انتم صعدتوا ساعة اتحاد تطوين، مبروك السعود، وفي التوت اول المقدمه قلت لي ان شاء الله يتحقق هذا. معناه معناه المؤسف ان فريقي ينهي بطولته في الظروف اللي معناها هنا رابطه الجنوب الشرقي انتهت البطوله معناها من اخر ماي، معناها الفريق انهى اخر افريل عفوا الفريق انهى البطوله متصدر ب 41 نقطه 13 انتصار زوج تعادلات وهزيمه. الحقيقه فرحنا معنا كاتحاد رياضي بتطوين جمعيه معناها يرجع تاسيسها الى سنه 1947، صار توحيد بين شبيبه الرقبه وتطوين الرياضيه سنه 96، لعبت في مختلف الاقسام ما عدا الوطني. احنا عملنا على اساس ان نعيد معناها الجمعيه الى معناها على الاقل القسم اللائق بها. تفوجئنا بالمشروع الذي حقيقه يصادر، واي ما اقول يصادر حقنا في الصعود. معناها سمار اي بالضبط. لا انا ما تو نحكوا احنا تو سمار يتحدث على انه الامر موكول للصندوق، كما لو كانت الاتحاد الرياضي بتطوين وثمانيه جمعيات في الرابطات الجهويه ضد شرايط الصندوق. ثمانيه ضد 70 لا مش هذا مش صحيح، لان المشروع الاول للاسف بني على تجاوز للقانون. وقتين نشارك في بطوله الارتيكل 30 من ريغلمون سبورتيف ياكد صعودي الى القسم نسميه الموالي، لان احنا في تسمياتنا مره اونير مره اول مره ما تفهمهاش. انا بالمحسوس نحن نبسطوا للساده المشاهدين نقولوا من القسم الخامس القسم الرابع مش تبدا الامور واضحه على الاقل. نزيد نجسدوا اكثر نخرج من نظر الى الواحد. انا كنت في اخر قسم مفروض وقت اللي نصعد سكالي خلي شكون ورايا قسم للاسف هذايا فهمتني خرق واضح. النقطه الثانيه الارتيكل 30 وقع تنقيحه في الجلسة نوفمبر 18 نوفمبر 2011 ويقول اللي من جملة معناها نزول أربع فرق من الرابطة الثانية إلى الرابطة الثالثة، وهنا بيت القصيد. للأسف يعني كاتحاد الرياضي بالتطوين نشوفوا اللي
المشروع هذا مو جاء لخدمة الرياضة التونسية وكرة القدم التونسية، جاء متسرعا لتفادي وضع وجدت فيه الجامعة التونسية لكرة القدم، وضع المطرقة والسندان، مطرقة أندية الرابطة الثانية اللي ما تحبش ينزلوا أربع فرق، وسندان الرابطة الثالثة اللي يعني متمسكين الترقية عندي. نعم، اللي متمسكين بصعود أكثر عملا بما جرى في السنوات الفصل، يعني الهرولة هذه للتنقيح المستمر يعني يفقد الهياكل الرياضية، يفقدها مصداقيتها. أنا كيفاش تحبني نثق فيك مستقبلا وأنت كجامعة؟ أنت هكا عطيت الثقة في الانتخابات. لا خلينا هكا رينا بار، معناها أعطيتها ثقة في الانتخابات ولكن ما عطيتهاش ثقة مطلقة باش هشاك فوا يخرق القانون أو يدعو إلى تنقيح القوانين. يعني احنا مشكلتنا السابق شنو هي؟ الهرولة لتنقيح القوانين واللي معناها تفصيل الجبب معناها على بحسب المقاس على المقاسات. ثم خاصة المشروع هذا أنا مش مانيش رجل القانون ولكن الحمد لله الاتحاد الرياضي بالتطوير يعني الوقت اللي عملنا القانون الأساسي معناها رجال القانون عملوا هون معناها أنتوري معناها بناس ظالم مضلع في الله. قعدنا مثلا في السكون أبيل معناها الستاتي النظام الأساسي معناها المشروع الأول ما يزمش يتعدى معناها وراسلنا الجامعة فهمناه قلنا المراوي نجم يصوتوا للمشروع الثاني لا ما يعني بأي حق تصادر لي حقي وتحط وتهبط للتصويت. أنا معناها إن سامحني كيفاش أقول فيها معناها إن مشروعية المشروع الأول بني على باطل طالما أنا سامحني في القانون الأساسي يقول أولا الجلسة العامة هذه ما عندهاش الحق باش تنفذ قرارات الفصل 22 من القانون الأساسي باش في حينية بمعنى يلزم ينتهي الموسم في الموسم القادم ما عندنا حتى مشكلة. يعني يبدأ من الموسم 2013-2014 ثم أنا سامحني مفهوم في نفس في الارتيكل 18 من نفس معناها من الاستاتي الجلسة العامة ما عندهاش الحق باش تنقح مثلا الفصل هذا. شوف طارق هو شوف نحن تو قدام نرجع شوية تولي نرجع ل 18 نوفمبر. أنا أعتبر أنه جلسة 18 نوفمبر كانت غالطة في خصوص التقسيم مش المكتب الجامعي برغم احترازاتي على المكتب الجامعي، كانت غالطة في الجمعيات لأنه الجمعيات أنا كنت حاضر خرجوا في التصويت الرابطة الأولى صوتوا على اللي يحبوا عليه كان المقترح ثلاثة بالسيف فرضوا زوز وخرجوا البي كيف كيف وبعد قاعدة الإشكالية في الأقسام السفلى. اليوم يجي المكتب الجامعي بشدوا هل أنه ساعة عنده أهلية الدعوة لجلسة عامة عنده هل أنه عنده أهلية الدعوة لتنقيح القوانين لأنه لهنا رأوا نحن في تنقيح نظام داخلي مجلة تأديبية وقوانين كرة القدم والقوانين الرياضية ممكن له ذلك بموجب جلسة عامة مناش في جلسة عامة خارق العادة لتنقيح النظام الأساسي. نحن في جلسة عامة عادية لتنقيح النظم الداخلية وما شابه ذلك. الإشكال هنا أنه المكتب الجامعي جاء ساعة ما اقترحش التقسيم فقط هو اقترح مجموعة من القوانين من ضمنها التقسيم. أنا أعتبر أنه الجلسة هذه نفقدوها مصداقيتها إذا كان نناقش التقسيم فقط لأنه حملت الكثير من الأشياء الباهية والخائبة وتغاضرت على كثير من الإصلاحات معك سرعة الوقت 18 ماي كان التفكير هل أنه 18 ماي يكفي مير لإعادة صياغة النظام القانوني للجامعة التونسية لكرة القدم وقوانين كرة القدم اللي اعتبرها أنا في جزء ما أصبحت بالية. الإشكال الكبير تقول لي أنت هل أنه عنده أحقية؟ نقول لك عنده. هل أنه عنده الأحقية لتنقيح نظام داخلي لمصادرة حق؟ نقول لك أنا أتحدث عن مصادرة حق طالما أن سمحني يا أستاذ المشروع الجديد لو كان جاي يضمن لي حقي نفس صعود ما عندي حتى مانع. اما اذا كان هنا نشارك في مسابقه اون ديري احنا شنو اون ديري في كورس معناه انطلقنا في السباق وقت وصلنا البوان داريفي لا سامحني راه البوان داريفي مش هنا غيرناه ما نعرفش في هذا اللي وقع للاتحاد الرياضي بالتطوير وثمانيه جمعيات. انا نحب ننسيست بيان معناها انا نتصور مثلا حتى ديمقراطيه في العالم تنجم انت تهبط مشروع للتصويت يصدر لك حقك ما نعرفش خلينا حتى يا ما فنيا سي محمد انت تو تدافع على حق الفرق الصاعده لكن فنيا انت حتى كان انت رئيس جمعيه عملتش استشاره مع الفنيين عندنا فني. احنا اذا كان تجاوزا الاتحاد الرياضي بالتطوير والتطوير بصفه عامه ما عندهاش مشكله مع المصلحه الوطنيه. اذا كان فعلا المشروع هذايا ونشك أنا أن قدمتها معناها لجنة فنية إذا كان سي ماهر لا سامحني لا مش نعطيك أنا سي ماهر أنا مش نعطيك تو أنا مش نعطيك تو خلينا نسمع سي ماهر بعد نرجع سي محمد نكمل فكرتي. احنا في البروجي الأول اللي قامت القيامة على باش في البروجي الأول والثاني ما عادش أربع فرق يتيحوا ولا زوز دو سير سيس باركونتر وقت نوصلوا للرابطة الثالثة ما ثماش مشكلة
فنيا ما ثماش مشكله يتيحوا 4-14 اسكي هذا ممكن او ما مانيش فني بقى انا ما مقدرش يتيحوا 4-14 في البروجي الاول في البروجي الاول هما 16 صح اي على 16 يتيحوا جوز شوف فنيا جماعه شافوا اللي على 16 من ينجم يكونوا يتيحوا كان زوز مي وقت نتحدثوا على الرابطه الثالثه مش مشكله هون عندك البروجي مش مشكله لا لا يتيحوا 14 سمحني على 14 يتيحوا اربعه يعني مش هذا البرنامج الاولاني يتيحوا زوز من الضابطه الثالثه بالتضابط عليه الهوات وذاك البرنامج الثاني هذاك تولي فيه لا 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 انا طالب في الباش سامحني عاد عندك البروجي انا برسك حاضر هذاك البرنامج الثاني يتيحوا اربعه من الدرجه الثالثه للضابطه يا من الرابطه ديجا انت عندك 12 بول كيفاش باش بيصير لاكسيسيون للقسم اللي قبل باش يطلعوا 12 اي يطيح باش يطيحوا من القسم الثالث للقسم الرابع في البرنامج في المشروع الاول باش يطيحوا الاربعه الاخرانيين اذا كان احنا قبلناها فنيا ما يصيرش يطيحوا اربعه على 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 14 مي وقت نحكوا على البي انت يطيحوا كان زوز على 16 الرابطه الثالثه فيها 16 نحكي الرابطه فيش 14 16 اي 16 نحكي لك الرابطه الثالثه اي الرابطه الثالثه فيها 16 مفهومه في البروجي نحكي في المشروع الاول في البروجي الاول في البروجي الاول دي 3 فيها 3 بول دو 14 هذاك العام الجاي العام الجاي ان شاء الله اذا كان تم تطبيق المشروع نحكيو نحن ما نحكيوش نحكيو على المشروع الحالي باهي سماه قال كان نشك انه الاداره الفنيه هي اللي عملته والله ما عملته كان الاداره الفنيه نجم ناكد له انا بصفتي نائب رئيس جامعه معناها لم احضر في اي حصه ولم اناقش هذا الموضوع باعتباره هذه مشمولات اداره فنيه كل واحد عنده مهمه موكولته في المكتب الجامعي انا الاعضاء الاخرين ينجموا يدخلوا في مسائل فنيه هي من اختصاص اهل الذكر والله ناكد لك بكل صدق انه لم يقع حتى تدخل وتنجموا تتصلوا بالسيد المدير الفني للجامعة سي كمال المرسي نجم يتدخل معنا نجم يتدخل بالهاتف. معنا هو بالهاتف ونجم هو يدافع عن المشروع الأول والمشروع الثاني بيدي منحبش ننصب روحي في مسألة أنا بيدي تتجوزني نأكد لك أنه المكتب الجامعي جاوه المقترحات هذوما من الإدارة الفنية الإدارة الفنية متكونة من أشخاص فنيين من أشخاص من ذوي الكفاءة اللازمة اللي عندهم قراءة شاملة على كرة القدم في تونس وبالتالي أنا تفهم أنت اليوم عندك منطلق شخص ماهوش منطلق موضوعي سامحني لا لأنه أنت منطلق متاعك باعتبارك ونفهم موقفك أنت لعبت عام كامل باش وقت اللي باش تطلع ونشوة متاع الصعود تلقى روحك رجعت لك لا تجاوزنا هذه معناها أنا فاهم الموقف هذا لا هاو عندك المشروع الموقف هذا أنا نعتبره موقف شخص ماهوش موقف موضوعي الموقف الموضوعي ما ينجم يحلوه كان الفنيين وتنجم باش يكون يعرفوا الجلسة العامة تقول لي احنا جلسة عامة نحكموا فيها ما نحكموش فيها الجلسة العامة الجلسة العامة نعرضوا عليها مشاريع وهي تقبلهم ولا ما تقبلهمش معناها هذا هو معناها ما سامحني سامحني بالله سامحني ساعة مسرة ونجموا السادة النظار يشوفوا معناها البروجي الأول كما حكيت على 16 فريق في البي يتيحوا اثنين على 14 على 14 نعاود في نفس الكلام هكا علاش سألت أنا اسكي هذايا جاء عن طريق لجنة فنية أو الفنيين بحذانا نجموا يجاوبونا الفنيين زوز مشاريع أول شيء المعروف أنه توقيت الجلسة العامة هذه باش نعطيه قرارات الأمور الفنية نتاع تقسيم المفروض أن تكون قبل الموسم يعني توقيت خطأ التوقيت خطأ لكن هذا نعرض فيه الجامعة بأن هي جامعة جديدة وما زلنا الكلنا نحب ننظموا الأمور هذه النقطة الأولى النقطة الثانية المشروع هذا ما نجمش يكون جاي من الإدارة الفنية الحالية لأن الإدارة الفنية الحالية هي تابعة للمكتب الجامعي القديم دونك هذا هو كان في البرنامج الانتخابي للجامعة الجديدة يعني اختاروه المكتب الجامعي هذا هو اللي جاب التقسيم ويمكن بالتقسيم هذا الجامعة الجديدة ربحت أصوات نتاع نوادي باش خذات هي الفرصة باش تاخذ مكتب الجامعة هذا لكن هذا حق مشروع للجامعة أن يحط تقسيم معين في برنامج انتخابي وانا عندي حق مشروع نمشيو للإشهار ثم نعود مساء الخير مجددا نعود للجزء الثاني من بالمكشوف نعود للتنقيحات والتحويرات في خصوص القوانين في الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم باش تدور يوم 18 ماي وصلنا لنقطة فنية نادر بخصوص زوز المشاريع المقترحة فعلا زوز مشاريع كما قلت يعني في السنة المقبلة باش يولي اما عندنا اربع مجموعات صنف اول حتى صنف رابع او من رابطة المحترفة الاولى الثانية ثم رابطة الثالثة والرابعة وتبقى الخامسة يعني أربعة وخمسة أول شيء هنا ثم مشكلة كبيرة بين الفنيين
يعني فنيا شنو الاهداف وشنو الحاجات البوزيتيف الايجابيه في هذا التقسيم، وبين رؤساء النوادي والاداريين اللي هم الامور الفنيه. الامور الفنيه، الأمور الفنية وجود 16 فريق في الضبط الاولى اللي ما عادش معنيين بحد شيء في الجلسه العامه هذه، الا انه السنه المقبله ينزلوا ثلاثه. انا نشوف انه من 16 ينزلوا ثلاثه هذا يقوي المنافسه، يخلي المنافسه بين الفرق تكبر باش كل واحد يحاول انه ما ينزلش. زوز مجموعات يعني تولي شمال وجنوب، فضبط اثنين نقول تقريب المسافات. الامور الماديه بالنسبه للنقل تنقص صحيح، وهذا يعني الناس كل تشكي من الامور الماديه، في حين انا نقول انه ضغط المحترف الثاني لكل الفرق اللي تاعها المستوى متقارب، وحتى اللي صاعدين من الدرجه الثالثه فرق عندهم اسم عندهم تاريخهم ولعبوا في الدرجه الثانيه كما نتلوي او سكي حديد الصفاقسي في الجنوب، كما بن عروس او منزل بورقيبه فرق كبيره ولعبت قبل، يعني ما فماش اشكال. المشكله انه مش لعب بعد فما بلاي اوف، ثلاثة الأولانيين من المجموعة الأولى وثلاثة الأولانيين من المجموعة الثانية يعملوا بلاي أوف يصعدوا ثلاثة، يعني باش يلعبوا 18 مقابلة ثم 10 يوليو 28 مقابلة، وهذا معدل طيب. كيف ثلاثة الأخرين من كل مجموعة يلعبوا البلاي أوت يزيدوا يلعبوا 10 مقابلة أخرين، وهذا الشيء طيب ديما يصعدوا، يعني من 20 فريق باش يصعدوا ثلاثة، يعني باش تولي ثم منافسة كبيرة. وحكي كيك لأنه نجم نقولوا سبعة العدد الجمعيات مش تصعد، وهذا يعني حاجه ممتازه جدا. الاشكال ونقطه الضعف وهي في كل حاجه ثم خلل، ان يقعدوا اربعه من المجموعه الاولى واربعه من المجموعه الثانيه اللي هم مراتب من المركز الرابع المركز السابع، مش يقعدوا يعني يلعبوا 18 مقابله ثم يولي يعملوا كوب دلالي كاس رابطه في شكل معين. هذا هو يلزم نحفزوا الجمعيات الجنوب باش يكملوا الموسم، في حين بالنسبه للهوات نشوف منطقي انه من الافضل انه هذيك القسم الخامس بصراحه مستوى متدني جدا، ماذا بينا نستغناو عليه؟ اللي يحب يخدم وعنده الامكانيات خليه اخويا يلعب من اجل الصعود ويصعد. يعني انت مع المشروع الاولاني فنيا، مع المشروع الاولاني فنيا رضا؟ انا لا مش موافق على المستوى بيه. خاصه المهوات انا الراء اللي بالعكس يلزم سيما فما التدرج، يعني الاقسام ضروره موجوده وحتميه حتى تكسب رهانات على مستوى كره القدم. يعني شنو هو انك تكون مباريات باش يكون عندك هدف تصعد الى سلم ما اعلى. دونك كي نشوفوا المشروع الثاني اللي فيه خمس مجموعات او خمسه مستويات خمسه اقسام، الراء اللي فما فما موتيفاسيون اكثر للاعبين باش يكونوا يعطيوا مردود، هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه كون حتى على المستوى التقسيم الجغرافي، لما يكون عندك 12 مجموعه على مستوى القسم الخامس، الراء اللي التقارب بين خاصيات الفرق يكون اكثر، فيه ربما التلاحم اكثر، وخاصه ما فماش شكل فوارق الكبيره. الحاجه الثالثه كون بالنسبه للمشروع نتاع القسم المشروع الثاني هذايا على المستوى الاحترافي فما 16 ثم 10 و10 في الزوز في الزوز مشاريع. المقياس شنو هو؟ عدد المباريات في السنه. دونك لما يكون اللاعب يقوم باكثر من 28 فوار 30 مباراه في السنه، يعني بعباره اخرى مردوده باش يتحسن. هذا موجود ومضمون على مستوى الاحتراف، يعني 16 و10 و10، لكن اذا مروا في المشروع الاول ما نضمنوهش على مستوى خاصه القسم الرابع اللي فيه 12 المجموعه، مش باش نلقوه. ثم النقطه الرابعه، علاش اون ملتيبلي لي بروبليم؟ لو كان باش نعملوا قسم فيه 12 مجموعه، يعني المشاكل اللي باش تلقاهم في المجموعه واحد باش تلقاهم في اثنين في ثلاثه في اربعه مع اللي قاعدين نشوفوا فيه توا. دونك اون فان ملتيبليي لي بروبليم. بار كونتر كي نعملوا مستويات متعدده ما نلقاوش نفس المشاكل. بعباره اخرى عندك قسم فيه اشكاليات، القسم اللي فوقه عنده اشكاليات مختلفه، وبالتالي ما نعددوش لي بروبليم على المستوى هذايا. ونختم بالنقطه الاخيره، فنيا حسب رايي انا دائما خصوصية اللاعب أنه يكون موجود في المحيط نتاعه، خاصة على مستوى الشبان، وهذا يشمل الأكابر. لكن التقسيم هذا مدى تداعيته على بطولة كرة القدم للشبان، هاي الإشكال وين؟ وهنا نحب نمشي قاعد نحكيه كان على التقسيم، ما هو التحمير التحوير اللي يشمل بطولات الشبان؟ اسكو قسم الامان اللي نسميه انا قسم ديزيسبوار اللا امان مازال موجود السنه القادمه؟ من رايي اللي القسم هذا يندثر تماما، ثم خاصه نعطيه قيمه للاواسط نتاعنا، لانه لاعب اذا ما وصلش من الاواسط يعطي ربما مردود على مستوى الاكابر ما عادش فيه حتى امل. خلقنا ربما فئه اللي هي الامان اللي قعدت فئه نتاع شوماج ولحد الان عانيوا منها، هذه نقطه هامه يلزم ربما تدرج على مستوى. اذا كان نحيوها الفئه هذه في مشي مشي ولا ملعبي شنو يمشي؟ اذا كان نحيوها ما نعملوا رديف كيما في الخليج؟ لا 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 يعطيك الصحه سهل ياسر. نضبط الساعة عدد لي كونترا بالنسبة للاحتراف، عدد الكونترا 25 كونترا تونيزيان بلس 5 كونترا ايترونجي يكونوا 30، ثم نعطيو الفرصة ل 10 لاعبين من صنف الجونيور يعني الأواسط أنهم يكون عندهم دي كونترا.
لما نحدد النمبر دو كونترا باش تقول لي فما لاعبين اخرين من صنف الامان فين باش نمشيو؟ اذا ما لقاش حظه في الفريق هذاك اجباريه انه يمشي لفريق اخر، ما لقاش في المستوى هذاك ينزل لمستوى اخر، وهكذا دوليك يجزي ما نعطيو امان اللاعبين بالكذب نحطوا فيهم معناتها في ستوك في مستوى الامان وهم المساكن يعديو في عام كامل، فما اللي ياخذوا في 4 فرانك وفما اللي ياخذوا حتى شيء الور كو مش قاعدين يبرودويز ريان دي تو. هاي المشكله. قبل ما نمشي سي ماهر نمشي لشاكر. شاكر أكيد أكيد تفاعلات كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع. بالطبيعة لبيب خاصة على موضوع التقسيم فما زوز ملاحظات معناتها نحاول نلخص. أنيس عياد يقول كاسي ماهر اليوم اجتمعتم مع لجنة تنظيم الجلسة العامة في مقر الجامعة انطلاقا من الساعة 4 مساء واتفقتوا على تمرير مشروع للرابطة الثانية بمجموعة واحدة ب 14 فريق وتم التنسيق مع عدد كبير من الأندية بالهاتف من أجل التصويت على هذا المشروع. بالطبيعة عليك تعليق سي ماهر. فما جمال من القلعة يقول القرار بتاع تقسيم الرابطة الثانية لزوز مجموعات هو قرار عشوائي لا يحتكم للمصلحة العامة وإنما خدمة مصالح ضيقة وحسابات بعض الأندية وذلك خوفا من مواجهتها، وهذا الضعف من المرتبة الجامعي ودليل أنه ما تغير شيء بعد 14 جانفي محب من النادي الصفاقسي. نحكيه في موضوع آخر بطبيعة لبيب نصغر وجود سي ماهر بحذنا. محب النادي الصفاقسي قلكم على أي أساس تم الاختيار على عبد الكريم العبدي في خطة مكلف بالإعلام في لجنة التحكيم خاصة وأنه فما أخبار من الدولة بقوة أنه أصبح يتدخل في التعيينات. هيثم الباجي يقولك وين وصلتوا في قرار حل رابطة الهوات بعد ما رفضت قراركم واعتصمت في الجامعة؟ ونزار دريدي قلكم بعد مرور قرابة شهرين على المرتبة الجامعية الجديدة علاش ما قدرتوش على إيجاد حل للجماهير اللي قاعدة تكاثر في الميادين رغم قرار الويكلوب بالإضافة لعدوى الأزمة المالية الخانقة اللي مرت من الأندية الصغرى للأندية الكبرى كما النادي الإفريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي بالإضافة للمشكلة التحكيم والعنف اللي لحد الآن ما لقيتولهمش حل. يا سي ماهر مسائلة بالنسبة للنقطة الأولى معناها ما فما حتى اجتماع صار ما فما حتى اتصال والأربعة متاع العشية في بيرويا مانيش في الجامعة ما فيش اجتماع للمكتب ما فما حتى اجتماع صار في المكتب الجامعي. بالعكس ممكن نصلح المعلومة أنه اليوم وقع تنصيب اللجنة الوقتية التي ستسير معناها شؤون الرابطة المحترفة لكرة القدم باعتباره تعرفوا أنه هناك معناها الاستقالة خامسة وترتب عن ذلك اعتبار مكتب الرابطة منحل بقوة القانون. فتبعا لذلك شكلنا البارح صار اجتماع بتاع الكوميتي جيستيون حملنا البارح حتى الليل مخر بشكلنا لجنة تتكون من 12 شخص 12 عضو برئاسة السيد أحمد الورفلي القاضي أحمد الورفلي اللي هو كذلك عضو بلجنة التحكيم الرياضي. شكون الأسماء الأخرى الموجودة؟ هناك القاضي إذن أحمد الورفلي، هناك الأستاذ أكرم رياحي، هناك الأستاذ بن سمرة، هناك ناجي الزبيدي من المستير، هناك الأستاذ السلامي رضا السلامي، أنيس العبيدي، طارق ترجمان، طارق ترجمان كذلك من معناها هناك مجموعة، هناك بوزيان نور الدين بوزيان من قاسرين معناها. وحرصنا أنه باش تكون تمثيلية الرابطة معناها وتمثيلية جهوية باش تنجم الجهات الكل تكون ممثلة وحتى الناس الكل معناها. وإن كنت أنا معناها في قناعتي الخاصة معناها ما نحبش وما نحبذش الفورمول نتاع، ولكن اليوم احنا في نهاية بطولة نشوفوا أحداث اللي قاعدة صايرة، أحداث العنف، الاحتجاجات المتواصلة، الاعتصام. قلنا على الأقل شهر ونص هذا معناها خذينا مكتب رابطة حاولنا نمثل اختناهم على أساس كذلك معناها كفاءتهم ونزهاتهم ومصداقيتهم وكلهم ينتميوا إلى المجال الرياضي. والله اليوم هم تعهدوا بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. والله في وسط الاجتماع خذيت الكلمة وأردت أن أنقذ هذا العهد اللي خذيناه باش ما يترشحوش باعتبار كانوا ناس أكفاء، ناس معناها عندهم فهم دقيق لكرة القدم، وهذا معناه أمور معناه إيجابية لابد من الحديث عليها. أنه بالنسبة لمكتب الرابطة تاع الهوات ولا حتى مكتب الرابطة المحترفة اليوم اللي وقع تنصيبهم وقتيا واللي هم همش في يشاركوا في الانتخابات. وقتاش الانتخابات سي ماهر؟ إن شاء الله المكتب الجامعي باش يقرر. بالنسبة لانتخابات مكتب الرابطة الهوات وقع تحديد الموعد على أعتقد يظل يوم 9 جوان. بالنسبة هذه حتى المكتب الجامعي يجتمع بعد قلت بجلسة العامة وسنتعهد أن تلتم الجلسات العامة في أقرب الأجل حتى في التنقيحات اللي عملناها باش ندخل شوية في التنقيحات. إذا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول ليس هناك لم ينعقد أي اجتماع ومش لا من أخلاقنا ولا من تقاليدنا باش نتصلوا بالناس باش يمروا. هذا شأن يهم الجمعيات
أنا على المباشر كان فما جمعية اتصلت بها ولا اتصل بها وحايد من الخوين ماذا بينا يدخلوا تو معناها وينجموا يتكلموا يقولوا اتصلنا بهم ولا على المباشر خاطر علاش سمير سامحني الإشكال اللي قاعد صاير في التنقيح أنه حصرناه في التقسيم، التقسيم خلينا نقول الكلمة كما هي الناس كل وكأنه هذا كما قال نادر تطبيق للبرنامج الانتخابي لمكتب الجامعي الحالي وفاء بعهده علاش الليمير موجودين لا أنا حبيت نقول لك علاش تو نحن نهار 18 ثم قانون داخلي وثم قوانين كرة قدم محترفة وثم المجلة التأديبية وثم التقسيم الناس كل تحكي على التقسيم علاش لانه الحكايه اللي موجوده انا فنيا ما نجمش نحكي الفنيين معنا يحكيوا خير مني لكن الموجود انه كانه هذا وفاء بالعهد بالنسبه للمكتب الجامعي قبل نهايه الموسم وسي محمد يقول لك لا الارتيكل 22 بالنسبه للقرارات اللي هي تؤخذ مباشره الا القرارات التي تهم القوانين العاديه فانها تطبق من الموسم القادم يقول لك كانه لهنا ماناش في اطار رياضي وانما في اطار انتخابي انت فسرت قلت ليه مانيش في اطار انتخابي وانما في اطار قانوني ويمكن فما جزء منه يمكن كان موضوع الحمله الانتخابيه ما نقولوش ليه وهذا حق القائمه باش تكون عندها برنامج يكون عندها تصور فني اليوم البرنامج هذا والتصور الفني هذا الحمله الانتخابيه ظهر عندها ظهر وباطن ظهر عندها ظهر وباطن والباطن هو هذا ان الان قاعده هي ما فما حملة انتخابية تتحدث عليها سي محمد فما حملة انتخابية بالله باش نرجع وحتى لا فما وعود بمكافآت مالية باش هي خاصة انت اذا كانك محق محق في ان اتحاد تطوير واتحاد جبل الجلود ومنش عارف تيجي جمعية البطان وغيرها وغيرها وستة مغزى ما تسحقش باش تطلع يكونوا 20 جماعة بما حق سمحني قديش المخالفين 20 جماعية 8 رابطات 8 ابطال رابطه اللي رافضين مرابط الشمال في زوز في البطان وجبل الجلود تعرف علاش سالت السؤال هذا لانه قصدي انه المكتب الجامعي كي ثم جلسه عامه ما قبل 30 يوم يعلن اذا كان بالنسبه للمحترفه 5 ايكيبات والا بالنسبه للهوايه 20 فريق ينجموا قبل 20 يوم الجلسه العامه انهم يقدموا مقترح فماش مقترح بروجي انا هذا المكتوب تعرف وقتاش سني لاندي بار رابيد بوست ومسجله عارفين البارح معناها ولا الاثنين هذا الاثنين البارح ايوه 10 ايام ما قبلت انا عامل شوف عامل كجمعية كاتحاد رياضي في التطوير فنيا وقانونيا. بس محمد انا سالت سؤال فما مكافآت مالية بأي حق 5000 دينار تم وعدكم بها من أجل التصويت للمشروع. الثاني الناس حستنا حاسة الجمعيات هذه أنا نتسائل احنا نتسائل بأي حق يعطوني 5000 دينار ولا 10000 شكون اللي عطاك وانا حكيت الجامعي هذايا عضو جامعي في بلاتو اذاعي مسجل في الاذاعه الجهويه بالتطوير معناه وعضو ثاني في اذاعه الشباب قال راه موجود في الواحد مش عضو جامعي مش عضو في من الشباب لا عضو جامعي عضو جامعي 5000 دينار للتصويت 5000 دينار كارضاء كتعويض للاتحاد ماهناش ما ثمش احنا اللي بيننا هو القانون ثم فرق هم اللي يقدمون ما ثم حد شيء يعطيك باش تعطيني لا فسرها ترى مكشوف قولوا لنا شنو اللي قال لك العضو الجامعي انا قلت لك العضو الجامعي انا وزميلي من يعني قال لك اذاو عسير اونتان قال راهو هضم الجمعيات تعبوا ايه واحد كل شيء باش نعطوهم 5000 دينار هذا اتهام هذا قلت لك مسجل انا نقول لك مسجل تعويض يعني اختار هذا نعوض لك انا انت اذا كان في صورتي ذولي ما انا ما حضرتش على لا 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 لا, لا شوف 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 بالنسبه لاذاعه التطوير انا واخذ التسجيل عندي ما فيش ما في حتى كلام فهمتني وعد 5000 دينار وستاج وغيرها فهمتني وجعتنا اي وجعتنا معناها كاتحاد رياضي بالتطوير ما نعرفش الخوين في الاهلي صفاقس اللي يبدو ان رضاهم الامر وجعتنا معناها خاطر احنا وقت نخدموا في سبور ويعلم ربي احنا مثلا انا صرفت 100000 دينار يعلم ربي ان خذيناها بالخمسه بالخمسه دينارات بالعشره دينارات في سبيل صار 100 مليون في القسم الخامس نعم انا عندي شو ما زالت لبي سمعت محمد ريكومبونس انا مش هذه مش نقول لك انا مثلا كاتحاد هذه بالتطوير نحس روحي نخدم في خدمه صحيحه يكفي اني نقول لك عندي زوج وليدات في النادي الافريقي سيماري اذا كان ثبت الحادثه يكفي اني نقول لك عندي ثلاثه وليدات في الترجي الجزيز هذوما راهم ديكادي ويغيرني انا وقت نتحدثوا انا تظاهرت من المكتب الجامعي اني اتجاه للشباب تعرف لي الجمعيات اللي حب يطلعوهم يعمل فورفي جيس لانه ما عندهاش فايد ماتش موثقه جمعيتي ربحت جمعيه لانها ما عندهاش فايد ماتش اللي هي بخمسه دنانير يعمل فورفي 15 كيلومتر جمعيه ما تتنقلش 15 كيلومتر بهذه اللي باش تعطيه مع ان السنه الوزاره حتى التسخينات نجم يعملوها من المكان سمحني نبي فما كلام قاعد يتعدى فما كلام كثير سمعه القاعد يتشار على اساس انه ثم فلوس في الاذاعه يحكي وقال شيء كان في الاذاعه سمحني راهو الامر معناها واضح تحدث لا يعني يعبر على موقفه في الاذاعه لا سمحني سمعه ما عادش نحكي له نادر 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 نادر
شكون السيد اللي يحكي في الاذاعه؟ معناها يحكي قدام العلن مش يحكي في تركينا، معناها يحكي قدام في المباشر، يعني الناس كل يحكي. سي روتين سي هشام بن عمران تحدث ممكن على حسن نيه ومن قلب، قال بالنسبه لنا احنا موثق تسجيل موجود. سي بوجلال بوجلال ايضا في اذاعه الشباب في نفس الموضوع، ترى احنا قلنا رانو نرفض مرفض رفضا قطعيا مادة التعويض، مادة التعويض انا وحق انت تعطيني، معناها انا مش محق في المرض بالاول ما نستحقش نسعد. يا سيدي مش مشكل، اما معناها مش ما تستحقش تسعد، هو اعاده تقسيم انت طلعت لا علاش شوف، خاطر وقت اللي قلنا راهو للاسف ان كنا قبل نحكوا على اربع كبار في تو مع شهر كبار، تو في كل قسم ثم اربع كبار، ومش مشكله ان الاتحاد الرياضي بتطوين ولا الاتحاد شبال الجلود ولا غيره يمشوا ضحيه الاشياء هذه. مش ضحيه، انا مش قسم رابع ولا محل قسم اخير، لكن قسم رابع. بالله فنيا انا كنت نلعب في رابط الجنوب الشرقي بيجبس، لعبت بليزو موا تروا معناها ثلاثة مقابلة ماتش. أربعة مقابلة هضمة ماتش واتي نربح بثمانية وما نعرفش ونهز كيف نمشي لها، نهز معي فادي ماتش ونهز كور نمشي بخمسة نروح بزوز باش يكمل لي البارتي. تزيد تتقسم الرابطة على زوز، مش فاهم ما بين ولايه التطوين ومنين ايش عندنا احنا؟ عندنا اربع جمعيات تو ينشطوا، عندنا الاولى، عندنا اتحاد التطوين الاولى، المستقبل الرابعه، والامل السابعه، وغمرس التاسعه، ثم باش تطلع لي فرق في طور التكوين. انا هو باش تصعد العام الجاي؟ لا لا مش انا راهو هيك اسهل لي باش نطلع للناشونال تي. انا مساله مبدئيه، مساله اولا فنيا انا ما عندي حتى اضافه، انا كنت نلعب مع اولمبي غنوش كانت تجي تصعد هي. وشوف معناها المشكله في الاقسام هذيا انك راهو انا نحس المدرب جاي مدرب كفء، هو اللي تلعب الملعب الجبسي ثلاث سنين، معناها ساكوت حتى مادين ساكوت، معناها على عام يلزم يكون كونسونتري ما يعملش فوبا ما بين اتحاد تطوين واولمبيك غنوش، اللي عمل فوبا ما طلعش به مفهوم. في الفصل المهم يعني ترجع لسي ماهر وتختم معاه بالنسبه للتنصيحات. ثم الفصل الاثنين اللي نطمنوا به رضا انه اخيرا ثم الحد من عدد اللاعبين المحترفين والعقود اللاعبين 30 لاعب مش يوليو في الليك 1 في الرابطه المحترفه الاولى، فيه ثلاثه اجانب و خلي سمير يحكي لنا على قوانين المزمع تاع الطيحه باش تحكي وامش تحكي وامش تحكي حاجات مهمه جدا امش تحكي سمير انا نقاش تبدا خاطر هذه دخلت. دونك بالنسبه لنا كما قال طارق بليكا هناك العديد من النصوص التي معناها اخذناها بالنظر لغايه تنقيحها، بدينا بالمجله التاديبيه هي اللي كان لها الحظ الاوفر في المراجعه وفي اعاده صياغتها وفي اعاده نظر في جمله احكامها. ان شاء الله العصا لمن عصى. العصا لمن عصى، ونقول انا بالعكس معناها هنا لابد ان تكون هناك عقوبات معناها موازيه للاخطاء اللي قاعدين نشوفوا فيها لحجم الافعال اللي قاعدين نشوفوا فيها. خاصه قلت هكا لانه بالنسبه للمجالات الاخرى، بالنسبه للقانون الداخلي وبالنسبه للقوانين العامه وبالنسبه لكره القدم النظام الخاص بكره القدم المحترفه، هنا هذا يلزم عمل كبير وما نجموش هنا ندخلوا في الخلط وندخلوا في العمل اللي غير مدروس والعمل في التسرع والعشوائيه. قلنا ناخذوا طريقه عمل معينه أحسن. باعتبار ضيق الوقت اللي عندنا واللي يفصلنا من تاريخ انتخابنا الى تاريخ انعقاد الجلسه العامه، بدينا حسب اعتقادنا احنا بالاهم، الاهم بالنسبه لنا هي المجله التاديبيه لسبب بسيط، اللي عشناه السنه امور ما يقبلهاش العقل وما يقبلهاش المنطق وما يقبلهاش كل رياضي. واللي ما زلنا ما عشناهاش. واللي ما زالت معناها متواصله ويلزمها الامور هذه تقف. قلنا المجله التاديبيه لابد ان تكون لها الحظ الاوفر في الدراسه المعمقه اللي قمناها، وكان حتى الاخ طارق معنا في اللجنه هذه وحاولنا، لانه كل واحد انا بيدي كنت رئيس لجنه وطنيه للتاديب مده 5 و6 سنوات، ولكن ديما واحد عنده نظره قاصره، بالتالي حاولنا نوسعوا لماكسيموم وعملنا جلسه عمل مطوله وتناولنا باعاده نظر جميع الفصول وانتهينا الى امرين اثنين، معناها يمكن باش نحصروا معناها العمل هذايا على مستويين، المستوى الاول اعاده صياغ النصوص اللي مالوريزمون فيها برشا خلط وفيها برشا اضرار وخاصه فيها برشا سوء فهم، ويقع استعمالها من طرف اللجان التاديبيه عن حسن نيه او عن غير حسن نيه، من عرش الله وذاك ربي اللي يعرف النيه، ولكن هنا قلنا خلينا نسكروا، مثلا بدينا بالفصول المتعلق مثلا في الفصل 6 نعرفوه الكل انه النص الاساسي اللي ينظم العقوبات اللي هي الاوراق المعتمده في العقوبات، نعرفوا احنا الورقه الاساسيه في القانون الرياضي هي ورقه المقابله. قلنا الورقه المقابله هذيك تقعد الهيكل والمحور الاساسي التي على اساسها
تتخذ العقوبة التأديبية. فما بعد وثائق أخرى لم تقلش أهمية ويمكن أن تكمل ورقة التحكيم. نعرف وعشت هنا العديد من المناسبات أنه يجيك رابور كومبليمونتير معناها تقرير تكميلي يجيك بعد 3 أيام وبعد 5 أيام وحصل لي جاني بعد 10 أيام. حتى المصداقية نتاع الوثيقة ذيك يظل تتفقد. حتى المصداقية نتاع القرار نتاع القرار ونتاع الوثيقة. لأنه أنا شكون يقول لي أنا الحكم في أنا ظروف عمل الوثيقة بعد 10 أيام قعد وجاوه ولاد حومته وجاوه ناس وكلموه، معناه هو بيدو باش يعيش ضغط نفسي كبير. هنا خذينا القرار الأول أنه في جميع الحالات بالنسبة للوثائق التكميلية والتقارير التكميلية لابد أن تنهى إلى الجامعة في أجل 48 ساعة في يومي عمل، معناه دو جور أوفرابل هذاك. وإذا كان ما جاتش لا يعتد بالوثيقة هذيك ولا يعتمد عليها في إصدار العقوبة أو في إصدار القرار المناسب. هذه كانت المسألة الأولى اللي اعتمدنا عليها. نقف عند المسألة الأولى. سي ماهر، سي هشام بن عمران العضو الجامعي أكيد يريد التعقيب. سي هشام مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سي نبيل ومرحبا بكل الضيوف نتاعك ومشاهدينا. حنا تعقيبك على كلام سي محمد الغول، هل تدخلت فعلا في إذاعة تتوين وعدت بمكافأة مالية؟ صحيح قلت كلام صحيح. المشروع كان عنده سي محمد المشروع قدامه، لازم يقرا في الصحيفه معناتها في الصفحه الاولى تاع المشروع طريقه الصعود والنزول في موسم موسم 2011 و2012. فما عده نقاط هاوكا النزول زوز في رق واحد كذا. اما النقطه اللي نحب نقولوا نحن راهو ديما نحكيو بحسن عمره ما نحكيو بسونيه، اخلاقنا ما الناس نحكيو بسونيه هذا الباب الاولاني. وتبقيت عمري ما اقترحت انا قلت له باش تصوت على البرنامج هذا يعطيك 5000 دينار او باش نقرا لك سي لبيب بالضبط حق دينار. قال لي نجم يقراها راهو معناتها ما فما حتى مش لتو في ريت بار ما نجمش يجاوبوا. او باش نقرا لك خويا النقطه الاخرانيه نتاع الفقره واحد طريق الصعود والنزول. صعود كل فريق من القسم الخامس الجهوي حاليا وتماشي مع ما تبقى من قسم الهوات لتكوين 12 مجموعه مجموعة الرابعة مع أعطاء منحة مالية تقدر ب 5000 دينار لكل متحصل على المرتبة الأولى في الترتيب العام. على رابطة واضحة نهاية موسم 2011 و2012، معناتها قول له أقرا مليح المشروع اللي مدهولك وتعرف مش هشام بن عمران قال لك نعطيك 5000 دينار باش تصوت على البرنامج هذا. يعني ما فماش سوء نية سي هشام وجربه والسيد الكل اخواتنا واصحابنا وعمرنا ما معناتها نعملوا معهم امور هكا باش نحكيو لهم اللغه هذه. شكرا لك سي هشام بن عمران. تفضل سي محمد. ما نعرفش سي هشام بن عمران، انا ما اتهمت بحد شيء. انا قلت طرح علينا مبلغ تعويض، انا ما نقبلش تعويض. علاش؟ لانه ما ثم حتى هو قال مكافاه مش تعويض. ما ثم حتى مكافاه، ما ثم حتى في اللي نعرفه انا حتى في الرابطه المحترفه ما البطل لا يكافئ ماديا الا هما اذا نظرنا للمساله على اعتبار ان الجمعيات الثمانيه هذوما وهما قالوها معناها وسي تولي يتحدد. قلت لك التسجيل عندي هو شعر بالحرج اللي واقعين فيه على الاقل. تو المكالمات الهاتفيه تهاتت علينا جمعيات من قبلي من تتوين يقولوا الكلام هذا مش صحيح سي محمد. يعني تحمل مسؤوليه كلام ما تحمل مسؤوليتي. احنا عندنا التسجيل وعرضت انا وزميلي من الاهلي صفاقسي، ما قلناش ان اعطانا رشوه، اعطانا تعويض. انا تعويض ما نفهمهاش مثلا. ما احنا نتعاملوا في بطولاتنا ثم ايش هي الغايه من الاجتهاد هو نعمل اكسسيون قسم اخر هو اولها بشكل متفاهمين. سمح نرجع معاك للنقطة الثانية. إذا النقطة الثانية كذلك لاحظنا أنه في السنوات الماضية كلما يقع استدعاء حكم في مرات في أمام اللجنة الوطنية للتأديب أو اللجان التأديبية التابعة للجامعة وتابعة للرابطات فمالوريزمون الحضور نتاعو كان ديما معناها ماهوش موجود، ديما فما غياب معناها هذا غياب قايم مفهوم. صارت حادثة خايبة والناس الكل تعرفها في مباراة وقع نقض القرار اللي صادر التأديبي الصادر عن اللجان التأديبية للرابطة باعتبار وأنه كان هناك غموض يحوم حول
تابع المباراة مسلم وإحنا اعتبرنا أنه كان جاي الحكم حاضر كان يمكن ينير عدالة تم استدعاء والرفض أو لم يحضر من عشان ليش وبوحكينا عليه إحنا قبل إحنا قلنا اليوم بش يكون هناك معنى لابد من إضافة بند في المجلة التأديبية أنه يتعينوا على الحكم إما الحضور أو تقديم ملحوظات كتابية خاطر الحضور ساعة ما يكونش ممكن ينجم يكون حكم في جربة ولا في تتاوين ولا في مدينة مش تقول له إيجا قدام لجنة في تونس فأمور غير مقبولة على الأقل يقدم ملحوظات كتابية لينير معنى المحكمة للجنة المتعهدة بالنظر كذلك هذا بخصوص التحكيم هذا بخصوص اللجنة المجلة التأديبية المجلة التأديبية في خصوص التحكيم خلينا نقعدوا في التحكيم بعد باش نواصلوا بشوية بشوية واللي يحضر في بلاتو بالمكشوف يتعاقب من طرف الجامعة أو أحضر وتعاقب شوفوا موقف محمد صالح بلاغة اللي كان حاضر معنا في عدد سابق من بالمكشوف ثم نعود أنا اللي تكلمته في حنبال لقدحت فيه زيد ولقدحت فيه عمر ولا وعدت معناه فيني باش نجيب حجج ولا قلت عندي ملفات فساد على زيد أو نعم كل ما قلته كوني المنظومة اللي قاعدة سارة بها الإدارة الوطنية للتحكيم منظومة غالطة لا سيما في تعيينات الحكام وخاصة في تعيينات المراقبين أنا سمعت تم إيقاف والإيقاف تعرف ما ردوا شنو هو الإيقاف معناه الناس تفجع وقت تجيني تقول لي موقوف دي شنو اللي عملت شنو الكارثة اللي عملتها حتى وقفوك وبعد يظهر أنه تجميد معناه عن النشاط مش معقول لحد الآن ما وصلني حتى شيء يدين أو معناه فهمني يثبت إيقافي على النشاط معناه فهمني في هذا الميدان وإذا كان أنا تكلمت وقلت معناه فهمني من 120 مقابلة في القسم الوطني باللغة محمد صالح ما يخوش منها حتى مقابلة هذا تجني على رئيس اللجنة سأطلب مقابلة الوزير والحمد لله أنه كان وزير رياضي والوزير معناها فهمني أدرت له عدة مقابلات ويعرف ستارة قذياب مدى نزاهة باللغة ومدى قدرة باللغة وما شجاعة باللغة معناها فهمني في المواقف الصعبة وصل هو ينصفني ويعطيني حقي وبالتالي سأبقى معناها فهمني صوتي عاليا حتى تظهر معناها فهمني الخفايا وتظهر الغث من السمين وتظهر الناس اللي تحب تخدم التحكيم والناس اللي جاية وتشد مدى في المنظومة الغالطة سمح محمد صالح بالله كان موجود معنا مع سليم المرواني سي مراد الدعمي وبعد تم القرار بتجميد نشاط المراقبين سليم المرواني محمد صالح بالله نعم هل دي مجرد الحضور في وسيلة عالمية؟ لا بطبيعة الحال مش مجرد الحضور احنا نعتبر انه عبد ينتمي الى جامعة ينتمي الى هيئة مديرة ينتمي الى نادي الى جمعية الى اي هيكل جماعي لابد ان يلتزم بمبدأ اساسي هو مبدأ التحفظ لوبليغاسيون دو ريزيرف أنت كتجي في جامعة وتجي في بلاتو ولا تجي قدام وسيلة إعلامية مرئية مسموعة أو مكتوبة كان لابد من الالتزام والتقيد بواجب التحفظ علاش؟ لأنه تجيش في بلاتو وناس توا يقول لك أنا من فما فساد في الإدارة إدارة التحكيم الكلام هذا يزمو يتقال للجامعة يزمو يتقال للإدارة اللي ينتمي لها لخي يا رسول الله أنا كنبدأ اليوم من فما مظهر من مظاهر الفساد اللي نشوفه في الجامعة يزم يجي بلاتو نحكي عليه ونعمل تقرير ونرفعه إلى أول الأمر إذا كان الفساد تعطينا شنو الفساد وقت اللي مكتب الجامعي لا يتحرك للحيلولة دون وقوع تلك المظاهر وقتها نقول المكتب الجامعي هذايا مقصر أما أنت جي البلاتو ومعناها فما معناها أنا ما نيش أنا وما ريتاش الحصة ديك هو قالوا ما قال شيء لا فما كان كلام تقال ما بيناتهم معناها حتى الناس تنتمي إلى ذات القطاع وتخدم معناها في الجامعة ويتم التعامل مع بعضها بالطريقة ذيك أنا نعتبر من الناحية الرياضية ومن الناحية المبدئية أمور غير مقبولة وأنا كمعناها مسؤول في هذه الجامعة ونجم يكون عندي موقف أنا لا أقبل هذه المواقف وأتبرأ منها ولا يشرفني أن أنتمي إلى جامعة الناس تكون تتعامل معها بالطريقة ذيك ما يشرفنيش علاش ما تمش استدعائهم سمير والاستماع عليهم كيما باش يصير غدوه ماضي ساعتين اخي هما الناس هذوما نستدعاهم لخي عقوبه نتاع محكمه اخي هما شو باش استدعاهم على شنو احنا عاينا ان هناك اخلال في الحصه اللي صارت بالمكشوف كان هناك تعدي على الالتزام بواجب التحفظ احنا هنا تحركنا وخذينا العقوبه نتاعنا ماناش احنا في عقوبه تاديبيه تستدعي احضار الشخص باش نتعامل معه هي قرار بالتجميد والسيد هذا معناها تخليه يراجع نفسه المكتب الجامعي ورئيس الجامعه يمكن يشوفه ويحكي معه ويفسر له معناها الاسباب وهذا لازم يكون معناها مش السي مانيش انا نتوجه الى السيد بلاغه فقط هو السيد هذا معناها يجي والدي وما عندي حتى مشكله معه ولكن هذا في المستقبل الناس لازم نعرفوا انه التعامل بالنسبه للناس اللي يخدموا في الجامعة لابد أن تكون لهم معنى حسن التعامل مع صفاتهم وإذا كان هناك أي خلل
هذا الخلل لا يمكن البت فيه والنظر فيه إلا داخل قاعات الجامعة. يعني وسائل الإعلام ما عندهاش الحق لطرح مثل هذه المواضيع. لا لا سمحني سي لبيب، لا فما فرق، فما فرق باش تعبر على رأيك، فما فرق باش تعطي معلومة، هذاك حق مطلق، وهذاك وسائل الإعلام عندها معناها الحرية المطلقة للتعامل مع الناس اللي تراهم. وسائل الإعلام تبحث عن الحقيقة. تبحث عن الحقيقة، ولكن الحقيقة مش تجي أنت تدنيقر الناس وتقول هذاك فاسد وهذاك عامل وفما فساد، ما يجيش. أنت تنتمي شو يتحمل مسؤوليته وهو كذلك، وتحمل مسؤوليته باعتباره تعدى على مبدأ أساسي، وأنا أعتبر أنه هذه المسائل هذه لا نقاش فيها ولا حياد عنها، وما دمنا موجودين إحنا في المكتب الجامعي هذايا كل قرار من شأنه باش يمس من الجامعة باش يمس من هياكل الجامعة باش نتصداو تبقى للقانون وتبقى لمقامات. إذا كان ممكن في النقطة هذه لأن كنا حاضرين نحن وقع صداع سي بلاغة وسي المرواني وسي مراد الدعمي. أولا أنا مش معاك، هي عقوبة تأديبية بالنسبة لنا، التجميد هو عقوبة تأديبية يفترض فيها احترام حق الدفاع، يعني السؤال ثم تسليط العقوبة، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كنت ننتظر إذا كان في تمشي، أنا مع التمشي التأديبي باش نبداو واضحين، ومع صلاحية المكتب الجامعي 189 هو الهيكل الوحيد اللي عنده حق الرقابة والتأديب بالنسبة للحكام. لكن الإشكال اللي قعد أنه زوز من ثلاثة إذا كان اعتبرنا أنهم أخطوا، فإنه أنا كي كنت لهنا ما سمعتش تجريح في أشخاص أو في إدارة التحكيم، كانت مناظرة بيناتهم زوز على أساس الأقدمية، وأنتي خدمت وأنتي ما خدمتش وأنتي عينتني وأنتي ما عينتنيش بين ثلاثة أشخاص. إجرائيا لابد من استدعائهم قبل إصدار الحكم، وقبل هذا ثم طرف ثالث إذا كان نحب نطبق القانون على الثلاثة. الثلاثة كانوا في نقاش، ما كانوش راهم، كنا حاضرين نحن ثلاثة، ما كانوش في تجريح أو في فساد. أربعة ما كانوش في فساد في قطاع التحكيم، وإنما خليها تكون مناوشات كلامية بين هذا وذاك في خصوص التعيين فقط. يعني عندي تحفظ على الجانب الإجرائي وعندي تحفظ على عقوبة بها جملة زوز مش ثلاثة. والله الثالث خاطر اعتبر انه الثالث ما تخلش في المشادات، معناها كيما الطرفين الاخرين، نقول لك بكل صدق ما عندي ما نخبي، اعتبرنا انه المشادات خذات حد بعيد وتجاوزت الحدود المعقولة بالنسبة لشخصين. بالنسبة للشخص الثالث ما ارتقاتش، ولكن نعتبره زاد أنه هو ما كروش قال الكلام هذاك، وأي شخص آخر حتى وكان كان مراد الدعمي ونقولها ونتحمل مسؤوليتي نتكلم بصفتي الشخصية، أي شخص حتى حد ما عنده صفة باش يتجاوز صلاحياته ويتجاوز الاحترام اللي لازم للهياكل اللي هو يخدم فيها مهما كان اسم الشخص هذاك. مهما كان اسم الشخص نادر باش نواصلوا مش نسرع شوية. عبد الكريم العبدي تعيينه في لجنة التحكيم، أكيد هذا تساؤل من مشاهد. كان التعيين تتم معناها في إطار واصبح يتدخل في التعيينات وصارت إذا كان نسمع أنه السيد عبد الكريم العبدي، وأقول ما عندي مش نحشم، إذا كان عبد الكريم العبدي ويتصل بينا أي حكم اتصل به أو حاول يأثر عليه ولا أحد، فهنا ما حتى هو ما هوش معصوم من المسائل ومش معصوم زاد من التجميل. هذا الشخص معناه أنا نعتبر أنه الأشخاص هذوما يعملوا لفائدة الجامعة، يتقضوا أجر مقابل عملهم في الجامعة، ولا بد أن الناس هذوما يحترموا التقاليد ويحترموا الأخلاق متاع مكتب جامعي. إذا هذا فما تجاوز في خصوص هذه التقاليد أو الأخلاق هذه، فلا محال أن القرار التأديبي وقرار التجميد سيأتي. وأنا هنا باش نرجع لستارق نقول لك أنا في المسائل هذه الناس اللي تخدم في الجامعة ما هيش هذه علاقة متاع مسير ومدرب ويزمي نستدعاك ونطبق عليك إجراءات، نجم نقدر موقفك وأن نعتبر الناس هذوما تخدم في الجامعة، وإذا كان هناك أي تعدي وهناك أي إخلال بالواجب المهني متاعهم، فالجامعة هنا يلزمها تاخذ القرار، ومانيش تكون جامعة هنا زادة ماهيش معناها ملزمة نجم تسمع كما صار. حتى نرجعوا لهنا السي عبد الرحمن بوسحابة اللي شخص معناها معروف واحد، وقت اللي صدر القرار ما خذاش القرار معناها ما حبش يقبله وصار اعتصام، ولكن كانت له بعد محادثة مع رئيس الجامعة وتحادثوا فيها على الموضوع وخذت الامور مجراها، معناها مش بدات الامور مجراها ورجع للرابطة. سمير رجع للرابطة؟ لا لا رجع البارح عملوا القرعة اجراوا القرعة هم الرابطة المنحلة. هذه رابطة منحلة اجراوا القرعة نتاع كأس الرابطة والتنمية الرياضية البروموسفور. العمل هذا ما عنده حتى قيمة قانونية اللي قاموا بهم، لأنه من الناس معناها القرعة ملغات، مش قرعة ملغات، من الناس اللي قاموا بالعملية هذه هو تعدي على القانون باعتبار وقع تبليغهم قرار بمعناها بمعاينة انحلال هذه، لأن هي بيدها هيئة وقتية انحلال الرابطة، وتم تنصيب رابطة جديدة. وأنا نعتبر أنه هذه من المشاكل تعاني منها كرة قدم النسائية، ونقول زاد النساء باش تحمل مسؤولية اليوم، خليني نتكرها من فوا بورتوت أن المسؤولين ما هذا ما يليقش بمسؤولين القرار مهما كانت
حجم الخطأ الموجود فيه، لكن ديما هناك إجراءات تعن يمكن التعن في القرار، والشخص اللي يعتبر نفسه أنه القرار مثل حقوقه هناك طعون يمكن أن يرفع الطعون بتاعه تبقى الإجراءات القانونية، ويمكن للجان القضايا الموجودة أن تنصفه، وراه قرار الجامعة هو قرار معرض للتعن وهو قرار معرض للنقد، شأنه شأن بقية القرارات الأخرى. وماذا بين المسؤولين اللي تسمع فينا يفيقوا شوية على رواحهم، رأي التجاوزات هذه غير مقبولة، ما يشتمس في الجامعة، ما يشتمس المكتب الجامعي، تمس في سمعة دولة تونسية ككل، باعتبار اليوم الناس هذه ما عادش تحب تمتثل القرارات صادرة عن هيئات مختصة. فهنا ماذا بيا من الحصة هذه متاعكم أميساج للمسؤولين هذوما وغيرهم المسؤولين الرياضيين اللي يحبوا يمارسوا العنف لتمرير معناها قراراتهم ولتمرير الرؤى نتاعهم. راهو الوقت هذا، ولو تونس مرت بظروف صعيبه ماناش باش نوقفوا باش نواصلوا في الاتجاه هذا، وشو اللي ما بيناتنا الكرسي مستعدين نخليه برشا باش يحبوك باش يشكروك، لان تقول الحقيقه واللي قاعدين يعملوا في الافعال هذه وتصرفاتهم قله. باش نمشي معاك بقيه اهم النقاط التنقيحيه الاخرى. بالنسبه للنقاط التنقيحيه الاخرى زدنا معناها في سلم العقوبات وقاع التجديد معناها كيفيه بشده، خاصه بالنسبه للمسؤولين وبالنسبه للمدربين، باعتبار انه هؤلاء هم نورمالمون عندهم وظيفه تربويه ولا بد ان يتقيدوا بتلك الوظيفه. اليوم مش معقول نشوفوا الاحداث اللي قاعده صايره اللي وراها مش الملاعبيه، اكثر حاجه اليوم وراء الاحداث العنف هي المسؤولين والمدربين او مساعدي المدربين. انت تحكي عن المدربين والمسؤولين، الثمانيه اللي موجودين على بنك الاحتياط وقعش تحديد المهام نتاعهم باش نمنعوا شويه من هالتداخل في المسؤوليات، الى حد الان ما نعرفوش شكون اللي عنده الحق يقعد في البنك وشن هي الوظيفه نتاعو بالضبط، علاش ما يقعش تحديده من خلال الجلسه هذه؟ المقترح هذا علاش لا؟ دونك بالنسبه لنا احنا نعتبروا انه هذوما اليوم وقعدنا حتى مع طارق وعاودنا معنا راجعنا جميع سلم العقوبات اللي كان ياسر ضعيف وشددنا فيه قدر المستطاع، وكي نقولوا شددنا معناها ما نحبوش تكون عندنا وظيفه ردعيه، وظيفه معناها نتاع عقابيه للناس، نحبوا الناس تفهم انه اذا كان ملاعبي او مسؤول او مدرب باش يقوم بفعل معين راهو باش يتعرض الى عقوبه هامه. زدنا حاجه اخرى بالنسبه للتصريحات، هنا باش تقول لي انا ما عنديش مشكله مع الاعلام، ولكن لابد ان يكون المسؤول مسؤولا باتم معنى الكلمه. هناك تصريحات واحد خارج سخون ينجم يقبل ومعمول بها وك 1000 دينار و2000 دينار و1500 دينار، ولكن هناك العديد من التصريحات اللي سمعناها واللي ما تشرفش الرياضه ما تشرفش حتى البلاد، انه بالنسبه لحكايه هذه الجهويه اللي ولات في تونس بالنسبه للاحداث هذه راهو غير مقبوله. راهو اليوم الشخص اي مسؤول اي لاعب باش يخرج علينا باي تصريح يمس في الجهويات او ينمي هذه الظاهره اللي قاعده ترجع والنعره الجهويه هذه راهو باش يستهدف الى عقوبه قد تصل في مرحله اولى الى حرمانه من اللعب مده 12 شهر، وإذا في حالة العود أون كادو ريسيديف راهو 24 شهر. ماذا بينا الناس تفهم، رانا ما نحبوش نعاقبوهم، راهو هذايا فرصة باش نحسوهم وعلى الأقل يعرفوا أن التصرفات نتاعهم من شأنها باش ترجع عليهم. وراهم مهم ياسر خاطر حكينا عليه برشا لاتانت لا مورال سبورتيف، وأهم في الفصل أنه ولينا نحكيو على ليماج دو سبور، ولات أي كلمة تمس من ليماج دو سبور وليتيك سبورتيف، يعني ولات نطلق العبارة. ثم أنا شخصيا كنت في اقتراحاتي من أكبر المتشددين حتى في عقوبة أكثر من هكا، لكن إن شاء الله نعرف الجمعيات كي يجيو يصوتوا ما يراعيوش الصالح الشخصي، يراعي الصالح العام، يعني ما يراعيش مصلحته كمسؤول كرئيس او كمدرب، وانما الصالح العام مصلحه الرياضه التونسيه. هذيا متفاهمين وصلوا لدرجه من الاستقراريه على الاقل. المسؤولين انا اليوم قدام معناها عندهم مسؤوليه تاريخيه في الظرف هذا في الاحداث اللي عشناها في الصعوبات اللي باش نكملوا بطوله، في الصعوبات اللي اليوم معناها كان فما مقابله ما تدورش ما نعرفش كيفاش باش يكون مآل البطوله. انا اعتبر ان المسؤولين اليوم لابد من وضعهم قدام مسؤولياتهم، هذه قرارات تاريخيه لابد ان معناها بالله كذبوا الكلام اللي قاعد يتقال عليكم يا مسؤولين وقوموا بالواجب وراعيوا مصلحه الرياضه. لا لا في منظومه بطريقه اخرى، هذا ميساج بطريقه عكسيه، كذبوا الكلام اللي قاعد يتقال على المسؤولين اللي هم السبب الرئيسي وراء الفوضى والعنف، وخذوا قرارات لصالح الرياضه التونسيه على الاقل مره في تاريخكم. ونختم حاجتي بالحاجه الثانيه، الحاجه الاولى ان في خصوص كره القدم المحترفه وقع احداث صندوق خاص بتنميه كره القدم الهاويه، هنا قلنا على كل ان ترانسفير على كل عمليه احاله باش تتم معناها بالنسبه للرابطه الاولى باش يخصص 5% من معلوم العقد
5% من معلومة العقد، معناه يقولوا معلومة العقد معناه نستعملوا كلمة الأجور لي سالير منحة الإنتاج لابريم دو روندمون. وفما بعض الجمعيات باش ما يحطوش منحة إنتاج لأنه يعني منحة الإنتاج مرتبطة بعدد المقابلات المجراة، يستعملوا كلمة إيد سوسيال المنح الاجتماعية. احنا الثلاثة هذوما 5% ولكن مع سقف ب 15000 دينار بالنسبة للرابطة الأولى، و 2% بالنسبة للرابطة الثانية مع سقف ب 10% مع سقف ب 10000 دينار. هذا يخلينا يمكن نجم تقولوا حتى البرنامج الانتخابي نتاعنا، ولكن والله مش برنامج انتخابي، هذه فكرة أنه حتى كرة قدم المحترفة تساهم في تنمية كرة قدم الهاوية. النقطة الأخيرة نختم. حددنا السقف نتاع اللاعبين، مش معقول اليوم فما جمعيات عندها 50 و54 و55 لاعب محترف، معناها لاعب متعاقد. هنا قررنا أنه بالنسبة باش تكون 30 حد أقصى، مع 3 لاعبين بالنسبة للرابطة الأولى ولاعبين بالنسبة للرابطة الثانية أجانب. بالنسبة للرابطة الثانية كذلك ارتأينا أنه لا بد من تحجير انتداب اللاعبين الأجانب، هي رابطة ثانية، ولا بد من تخصيص اللي فات اللاعبين المحليين، ولكن أعطينا مدة معينة بداية من 1 جويلية 2014. المقترح متاعنا إن شاء الله ما عادش نشوفوا لاعبين أجانب في الرابطة الثانية، ولكن بالنسبة للناس اللي باش يسجلوا بالنسبة لسنة بداية من سنة 1 جويلية 2012 ما عندهمش حق في عقد يتجاوز السنتين إن شاء الله. زاد الجمهور سمحني سمحني المجلة التأديبية باش يعرفوا الحكام والعوين الشرطة لو كان طابع حمائي في المجلة التأديبية، يعني ظرف تجديد إذا كان تعتدي على حكم راه ظرف تجديد، إذا كان تعتدي على عون حماية أو عون أمن راه ظرف تجديد في العقوبة. لازم الناس هذوما يراعيوا بالمجلة هذية ويخدموا خدمتهم. الحكام ما عادش يخافوا، عون الأمن ما عادش يخاف، عون الحماية ما عادش يخاف، والصحفيين ما عادش يخافوا. وفقط توضيح أنه سي مراد الدعمي كي جارة واسترخص من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. قبل ما نمشي نتحدث على الكاراتيه، سي ماهر، الزيارة اللي قمتوا بها لجوزيف بلاتير، شنو أبرز ما جاء فيها؟ والله أبرز ما جاء فيها كانت زيارة ثرية، باعتبار تمكننا أمكننا باش نتصلوا بستة إدارات معناها كبيرة بالنسبة للجامعة الدولية. الإدارة الأولى اللي تعاملنا معها بطلب وبتعليمات من جوزيف بلاتير، طلب من كان معنا جيروم فالك اللي هو الكاتب العام للجامعة الدولية، وتيري ريجناس اللي هو المكلف بالتنمية كرة القدم الدولية، طلب منهم أن تونس يمكن لها باش تستفيد من جميع الخطوط المالية المتوفرة في الجامعة. ونعلم احنا اليوم كي دخلنا الجامعة وشفنا البرامج نتاعها، راهو الجامعة ماهيش مقتصرة على إسناد تمويلات خاصة بكرة القدم، الجامعة هناك العديد من الإدارات، هذه إدارة خاصة بالشبان، هذه إدارة خاصة بالكرة الهاوية، هذه إدارة خاصة بالموارد الموارد البشرية، معناها فما اون ليني دو فينانسمون لتنمية الموارد البشرية تاع الجامعات الرياضيه. هناك واحده خاصه بالاي تي، توسكي تكنيك وتوسكي انفورماتيك، معناها فما خطوط ماليه زاد متوفره بالنسبه لهذه. فقابلنا 6 مديرين، معناها عملنا حتى كومونيكي فيهم، وان شاء الله معناها بالنسبه للمرحله الاولى فما هناك اعانه باش تكون في حدود 420,000 دولار، مع اخذ بعين الاعتبار انه هناك العديد من البرامج الاخرى. باش يجي فريق كامل، باش يجي من الفيفا ان شاء الله قدره ربي، يا اما اخر الشهر هذا او في منتصف شهر جوان، فريق باش نقل لتونس لإعادة النظر في الإدارة الفنية، لإعادة النظر في الإدارة معناها في المسائل الإدارية للجامعة، في خصوص المنظومة المالية للجامعة وكيفية تسيير المنظومة المالية. يمكن باش ناخذوا إعانات بالنسبة لإعادة النظر في الأورغانيغرام نتاع الجامعة، لابد أن يقع إعادة تنظيم الموارد البشرية داخل الجامعة حتى يمكن لكل شخص باش يقوم بالعمل نتاعو بصورة مسترسلة وبصورة طبيعية وتسهل العملية معناها الفيدرالية. فاعتبر انه كانت معناها زياره جد ايجابيه. ان شاء الله الاخوان اللي تقابلنا معاهم معناها هما بيدهم يساعدونا، وان شاء الله البرامج اللي اعطاهم لنا واخذينها حتى نسخ منها ان شاء الله يمكن نستفيدوا منها. وان شاء الله رؤساء الجمعيات يكونوا في الموعد يوم 18 مايو، وكما قلت يصوتوا لمصلحه الرياضه التونسيه. نمشي لموضوع اخر، باش تبقى معنا سمير، اكيد امور قانونيه وبرشا خلافات في صلب الجامعات خاصه بعد الانتخابات، وطعن من السيد حنا بعل اجغام رئيس قائمه ترشحت لانتخابات الجامعة التونسية للكاراتيه ضد قرار اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بقبول قائمة السيد منير المعروفي وجه لوجه حنا بعلجغام ونائب رئيس الجامعة التونسية للكاراتيه في هذا التقرير. ثم نعود. سي الحبيب بن عيسى في مقال في جريدة السفير يقول أن كونه هو ترأس الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات وثم ملف السيد منير المعروفي ناقص بطاقة عدد 3،
وهذه كافية باش تسقط القائمة. مدام المحكمة مازالت معاهدة بالملف ما يجوزش أن الناس تخوض في مسائل كيف هذه على أعمدة الصحف. صحيح أنتم معاكم الحق في المعلومة، ولكن يبدو لي أنه المسألة مازالت ترهن البحث عند أعضاء الهيئة الوطنية للتحكيم. الطعن هذا أعطانا الإمكانية باش نتحصلوا عن طريق إذن على عريضة محتوى ملف سيد منير المعروفي، اللي تفاجأنا لكونه مش بتقعد ثلاثة، الملف تقريبا خالي من 80% من شروط المؤهلة باش نجموا يوصلوا للمكتب الفيدرالي. الناس الكل عندها وثائق بتاع تسير قدمتها وتتوفر فيها كامل الموجبات الشرعية. إذا كان هو يطعن فيها كان ينجم يطعن فيها من قبل أمام الهيئة العليا. إذا كان ما طعنش فيها، وقتاش طعن فيها؟ تو حاليا طعن فيها، لأنه احنا تو ثبت لدينا وأنه من جملة الناس اللي صوتوا له، وهذا يرى ثبت من بعد في بالوثائق، ما أنا فهمتني، ثبتوا أنه فما نوع من التدليس يحب يضغط علينا على طريق وسائل الإعلام، فماش إمكانية أنه نتجاوزوا هالمسائل هذه. جرت العادة، وعلى أنه الناس هذوما اللي في صنف معين في وزارة الداخلية ما يقعش تمكينهم من بطاقة عدد ثلاثة، لأن وهذه مسألة بديهية، مسألة مفروغ منها. الجمعيات العسكرية تقريبا فوق 30 صوت تقابلنا مع العميد اللي هو مسؤول على هالجمعيات هذه الكل في تونس، والجمعية العسكرية خذت قرار بعد دراسة ثلاثة ملفات وشوفوا يقول لك لي ملاح، أنا بالجغام دكتور لاعب نخبة بطل لذا، نتصور الجامعة هذه تنجم تحقق نجاحات معها. لذا كلفوا الشخص اللي هو مش ينوب الجمعيات العسكرية الكل في تونس، هذا جمش صوت ما خلوش صوت. لا مش صحيح، لأن هذه المسألة هذه مش احنا اللي خذنا فيها المسألة هذه، راهو قلت لك راهو ثبتوا انه فما مسائل متعلقة معناها نظرت فيها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المكاتب الجامعية، احنا ما كان عنا فيها حدا دخل. ثم موعد دات ليميت بعد ما تقبل حتى وثيقة، كي نشوفوا احنا وثائق كونت حررت بعد مثلا تاريخ 31 جانفي اللي هو تاريخ غلق باب الترشحات، مثال بسيط قص على هذا تقريبا في كل عضو في خرق. لما تقدم انت ملف معين قانون الجامعة التونسية الكاراتيه وكأي جامعة، يبدو لي انه القانون الاساسي المتعلق بجامعة بنين يتيح من ضمن الفصول متاعه يتيح لما تكون عملية انتخابية اضافة بعض الوثائق، لكن معناها تكون تكملة للملف. رئيس القائمة بيدو هذا مقدم وثيقة يقول لك انه عنده هو شهادة من باريس، من قوسين عديد ظهر لي اكثر من 14 سنة في فرنسا، وجست مكالمة هاتفية للكتابة متاع الجامعة باريديس أكدت لنا إلا كونه معمره ما كان طالب في الجامعة هذه. هذا كلام خطير مردد على صاحبه، لأنه إذا كان فما إخلالات ولا فما وثائق مدلسة فما عليه أنه يلتجأ أمام محكم الحق العام. مساء الخير مجددا، نواصل فيه بالمكشوف والحديث الآن في شارع الصحافة. أكيد شأن داخلي المرة هذه هم الصحفيين خاصة الإعلاميين الرياضيين. فكرة تأسيس جمعية واتحاد يلم الصحفيين الرياضيين ربما حركت بعض الأنفس والألسن وأحدثت انشقاق بين العائلة الصحفية الرياضية، وتحركت النقابة الوطنية للصحفيين. أكيد موضوع للمتابعة، ذاك علاش اليوم معنا زميلنا الصحفي بجريدة الصريح طارق الغديري. مرحبا بك طارق، مساء الخير. اهلا مرحبا بكم، شكرا لك طارق لحضور معنا. سامي القسريني، مرحبا بك سامي، زميلنا الصحفي ايضا بالتلفزه الوطنيه وعضو لجنه الصحفيين الرياضيين صلب النقابه الوطنيه للصحفيين. سعداء باستقبالك معنا في كتاب المكشوف. مرحبا بضيوفك الكرام، وان شاء الله يعني يكون الحوار يعني غني جدا ان شاء الله. عضو تاسيسي طارق الهيكل الجديد، باش نزيد نعطيك اكثر بتبعه مشروعيه لوجودك معنا. هذا الهيكل ان شاء الله كما قلنا مازال في طور البناء، هو مشروع وفكره، لكن الاقلام تحركت، الالسن ايضا، برشا تجاذبات بخصوص هذا الموضوع. نشاهد هذا التقرير بخصوص بيان للصحفيين الرياضيين وايضا مقال للزميل ياسين بن سعد. أسفرت الاجتماعات المتتالية للصحفيين الرياضيين أيام 2 و7 و10 مايو الجاري على تكوين هيئة تأسيسية تعمل على إعداد المؤتمر التأسيسي للهيكل اللي باش يدافع عن حقوقهم ويحميهم من التجاوزات
اللي تلحق بهم كل أسبوع في الملاعب. الهيكل الجديد باش يكون أيضا ممثل شرعي لأهل القطاع في الهياكل الدولية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين الرياضيين وكذلك لدى مختلف الاتحادات الرياضية الإقليمية والعالمية، خاصة وأن عديد الصحفيين واجهوا الكثير من الصعوبات في التظاهرات الدولية بسبب غياب هيكل وطني يساعدهم على حل المشاكل اللي تعترضهم. لكن المبادرة هذه لقات معارضة من قبل بعض أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي لكل الصحفيين حسب رأيهم. طارق، كيف ولدت هذه الفكرة؟ بعث جمعية أو اتحاد في انتظار التسمية الرسمية للصحفيين الرياضيين؟ هي مولودة في أذهان الصحفيين الرياضيين من سنوات عديدة باعتبار القطاع هذا عنده خصوصيات معينة. الزملاء الصحفيين عاشوا خلينا نسميها بين ظفرين عذابات كبيرة في ممارسة العمل الميداني، في لأنه قطاع الصحافة الرياضية يمارس على الميدان، عارفوا الماتشات تلعب في الاستادات، الناس تجري ما شو اسمه قدام الجمهور، فما مساله معناتها ميدانيه وملحه. اظن انه مناخ الحريه في تونس الان هو اللي حول الفكره هذه من الداخل الرؤوس الى التنفيذ. صارت اتصالات ما بين الخيان الصحفيين الرياضيين، مجموعه كبيره منهم ومجموعه من الصحفيين المحترفين اساسا معناتها في المساله هذه، حبينا نعملوا هيكل، خاصه انه الهياكل الدوليه كلها، اولها الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه الاي بي اس والفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه لا تعترف بالعمل النقابي والعمل السياسي، لا تعترف بها بتاتا. واسهل حاجه انه الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه عندما تقدم طلب الانخراط فيه تعمر الاستماره، اخر حاجه في الاستماره يطلب لك بطاقة عضوية في لجنة أو جمعية أو اتحاد للصحافة الرياضية في البلاد متاعك. الشيء هذا موجود في المغرب، موجود في الجزائر، موجود في قطر، موجود في الأردن، موجود في لبنان، إلا في تونس اللي كانت ولا زالت رائدة في جميع المجالات. مع الأسف في المسألة هذه احنا كنا قبل ما نجموش نعملوا اجتماع باعتبار أنه كان بوليس يقفلنا على الباب ويخرجنا، تو مناخ الحرية يقفلنا المسألة هذه. تلمينا الخيان بعد ما عملنا اتصالات بعضنا وتقابلنا قداش مرة، تلمينا الخيان في ثلاث اجتماعات تناقشنا مشاكل القطاع اللي هي مشاكل كبيرة برشا، وصارت فما برشا تجاوزات وانتهاكات جسدية ومعنوية ضد زملاء من الصحافة الرياضية، وما تكلم عليهم حتى حد وما ندد بهم حتى حد. قالوا انه زملاء احنا ديما نقدموا روحنا صحافيين، زملاء في قطاعات اخرى يتمسوا شعرة منهم تقوم منابر وحوارية والناس تتكلم والمجتمع المدني. الإحساس بالدونية هذه بين ظفرين والإحساس بالاستضعاف، رغم أنه مجال الصحافة الرياضية من أكبر الدعم للمؤسسات الإعلامية في المجال الاستشارة، ممول معنا أول. ندعو الاختصاصيين في التسويق وفي في المسائل المتعلقة بهذه يعملوا إحصائيات ولا سبرارات قديش يدخل على المجال الإشهاري، قديش يدخل فلوس للصحافة الرياضية بالنسبة للمؤسسات بالنسبة للغير. ولا سام، أول حاجة فين دور النقابة؟ أول حاجة يعني النقابة الوطنية للصحفيين الرياضيين، يعني الصحفيين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قررت إنشاء لجنة لازم الصحفيين الرياضيين، وفتحت المجال لجميع الصحفيين الرياضيين للترشح، فتحت باب الترشح. وقتاش قررت إنشاء هذه اللجنة؟ عندها قرابة شهرين هكاك. يعني كنت صاحبي، هو طبعا انا نحكيو انت صاحبي وزميلي، ما في باليش باللجنه هذه انا واحد من الناس. لا، بعثت عديد البرقيات لعديد المؤسسات الاعلاميه، تعلقت في عديد المؤسسات الاعلاميه منها التلفزه الوطنيه التونسيه اللي نخدم فيها، حتى واحد ناخذ المبادره وترشح للجنه هذيك. نحن باش نبنيو الفراغ ترشحنا اربع من الناس، فهمتني؟ أربعة من الناس ترشحنا، وينهم الصحفيين الآخرين؟ وعلاش في الوقت هذا بالذات؟ أنتم كي ترشحتوا علاش ما ناديتوش للصحفيين؟ نحن علاش ما لمستوش الشمل؟ عندكم شهرين توا. قلنا أول جلسة. هما ناداو بعد ما بدينا الاجتماع بتاعنا. ناداو المدة. لا 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 لا. نقصد في لما الشمل. عندنا عديد المراسلات، قلت لك للمؤسسات، عديد المؤسسات الإعلامية. أنا شخصياً وصلت لحتى مراسلة، أنا في الميدان عندي 14 صحفي مترفع عمري ما وصلت حتى مراسلة سيم. يمكن وصلت حتى مراسلة. لكن تجيب لك المحاضر نتاع الجلسات، يعني اربع جلسات عقدناهم
بعثنا عديد المراسلات وعديد الدعوات لجميع الزملاء الصحفيين الرياضيين باش نستقطبهم في اللجنة الصحفيين الرياضيين. فما حتى استجابة. حتى يعني المعلومة موصل السامي، هذا مؤكد. وما نعرفش عاد المعلومة، الطرف هو اللي يوصل المعلومة، هو اللي يتحمل المسؤولية. التقصير يعني من النقابة الوطنية للصحفيين. إذا كان ما وصل لحتى واحد وما جاكم الرد من حتى واحد، يعني المعلومة ما وصلت لحتى واحد. حتى الطرق في الكواليس كنت نحكي له، قلت له ما جا حتى رد من حتى شيء. لكن الغريب في الأمر أصلا يعني علاش في التوقيت هذا بالذات؟ يعني أنا بحاجة للتكاتف. وقطاع الصحفيين الرياضيين يعني برك الله قطاع لاباس به. يغطي في جميع الأحداث الرياضية بأنواعها. نحن في حاجة للتكاتف لرص الصفوف لا إلى شق الصفوف بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية. هي يعني الحكاية يحبوا يسيسوها ولن تسيس. من سيس هذه المسألة صديقي سامي وأخي وسنوات دراسة تشهد السابق والأخوة هذه طبعا. من سيسها هو أعضاء المكتب التنفيذي أو بعضهم أعضاء المكتب التنفيذي النقابة. جاونا في الاجتماع الثاني ممثل عنهم كاتب عام للنقابة، حكى معنا سمعناه اعترف قال غلطوني سمعتكم رانا غلطين رانا مقصرين رانا معاكم. في اخر الاجتماع قال اللي مش معنا راهو ضدنا وانتم تعملوا في السياسه. فهمناه قلنا له راهو احنا مانيش باش نعملوا النقابه مانيش باش نعملوا العمل السياسي لسبب بسيط. ممكن كل انسان عنده توجهات سياسيه، كل انسان عنده توجهات نقابيه، فينا اغلبنا من الصحفيين المحترفين عندهم انخراطات في النقابه الوطنيه للصحافه الرياضيه. سبب بسيط ما نرسوش النقابة والسياسة لأنه تعاملنا مع هياكل دولية يرفض الشيء هذا. يستحيل أنت باش تعمل هيكل. هذه نقطة قانونية طارق. هذه نقطة قانونية طبعا. ممكن نقطة خلاف. أنا مش مختص قانون أما مطلع على المسألة هذه. نقطة خلاف باش تكون جوهرية يمكن في تحديد النشأة أو ثانيا. خويا سامي في الاجتماع الاول والثاني والثالث اكدنا من اول نهار قلنا الهيكل هذا ما يتعرضش مع النقابه الصحفيه الرياضيه للصحفيين التونسيين. بعد اللي يعتبر بسيط لانه القطاع هذا قطاع الصحافه الرياضيه عنده خصوصيه ما يلمش الا الصحفيين المحترفين. نقابه الصحفيين التونسيين تضم وتنادي لها الا الصحفيين المحترفين، بينما قطاع الرياضه فيه جانب كبير برشا من المتعاونين، جانب كبير برشا من المراسلين الجهويين اللي هم اغلبهم يمارسوا في مهن اخرى، اغلبهم ونعرفوهم الاغلبيه نتاعهم معلمين، انسان عنده ستيلو باهي يكتب على الجهه نتاعو يحب يوصل الجهه الصوت نتاعو. الناس هذوما احنا اخلاقيا ومنطقيا ما نجموش نتخلاو عليهم. ما نجموش لازم شكون يوصل لهم صوتهم. ثاني حاجه انه احنا كررنا النداءات في نقابه الصحفيين، قلنا لهم راهو الهيكل هذا لا يتعارض مع النقابه، بالعكس احنا فما وخيان وزملاء نادوا بينا حتى ترى فين المشكله على سامي؟ اذا كان هذا الهيكل يعني هذه الجمعيه لا تتعارض. نحكي له طارق يعني فما مشكله فما حكينا تو 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 باش نحكي تو نطرحها الحكايه المعضله باش نطرحها تو. المشكله كانوا فما اطراف انت تعرفهم الناس كل تعرفهم. انا ما اعرفش المشاهدين ما يعرفوش. انا ما اعرفش المشاهدين زاد فما كعبات يعني ما اعرفش احكيوا بصراحه في فيلمك شوف العقد السابق معشوا من كذا وكذا 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 ولا زالوا الى الان يسيطرون ويحاولون استقطاب كل من يود الانضواء تحت الاتحاد الجديد هذا. مش اتحاد مازال راهو مازال يعني التسميه يعني مازال مشروع هو مازال مشروع يعني المعضله في هؤلاء الاشخاص لاي قطاع ينتمون لاشخاص ينتمون القطاع الاعلام الرياضي معروفين يعني انا لا اعامر مش الاطراف هي تو يعني هي قاعده تحب تسيطر على القطاع. لكن الاسماء هذه سامحني سامي ممكن اخذت المشروع كفكره هي باش تاسس لهذا المشروع لكن من بعد باش تترك المجال للصحفيين الشبان. باسم زملائي لبيب انا نطالب نقابه الصحفيين اللي تكلموا منها زوز اعضاء البارح في القناه الوطنيه الثانيه وسيمونجي الخضراوي كاتب عام تكلم في برشا منابر وجانا حتى في الواحد حكي على المساله عندنا دوسيات على الناس وكذا. احنا اول مطالبين باسمي نتكلم باسم زملائي اول مطالبين بكشف الملفات هذه وتسميتها باسمها. ولو انه انا نستبعد برشا انه النقابه قادره باش تسمي الاسامي هذه لسبب بسيط. انا سمعنا وظلوا الخاين كل هون يسمعوا المستشار وزير الحكومه لطفي الزيتون في لقائه مع في برنامج حواريه سياسيه قال لا يمكن ان نقدم القوائم السوداء لانه عده مسائل تترتب عنها. اذا كان الحكومه غير قادمه على تقديم مسائل القوائم السوداء كيف
كيف تحصلت النقابة الوطنية للصحفيين على القوائم السوداء. إذن معنا حد هذا الهيكل من أول أهداف أنه تنظيف القطاع. تنظيف القطاع كيف يتم؟ يتم بالتنظم في إطار شرعي في إطار قانوني. يمكن له أن ينظم أن يقدم الناس اللي يكون عندهم مصداقية وأخلاقيات معتمد يحافظ على شرف المهنة. هم تحت المشروع هذا هم ينجموا يقدموا المسألة هذه. إذا كان سمحت لبيب إنه قاعدين أنا على دراية بالموضوع شوي نجم نقول أنت فما موضوع ما عندك دراية قاعدين ندوروا حول المصطلحات. اولا ساعه بالذات نحدوا النقابه. النقابه دورها توعوي تثقيفي تاديبي. نقابه الصحفيين من 69 وبعد كذلك اكيد جدا وبعد نظمت في الثمانينات وبعد تم انشائها وبعد اصدار القانون الاساسي في 2010 والنظام الداخلي. هذه هيكله النقابه ما نجم يشك فيها حتى واحد. هل انه الجمعيه هذه او الاتحاد على اختلاف التسميه هو نقابه موازيه اللي هما قالوا رانا ماناش نقابه موازيه مش هيكل تاديبي ماناش باش نجيو نصدروا الفصل 9 نقابه الصحفيين المحترف وانما نحن رانا جزء يعني ناخذوا في نظامنا الترتيبي والتاديبي للنقابه. لهنا الخلاف اصبح ماهوش موجود في الهيكله والسيطره. وين ولا الخلاف موجود؟ الخلاف موجود لانه هي عندها لابد ان يكون موجوده وطنيه مش يكون عندها فيزافي اللي هو الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيين. يقول لك الفصل الاول من النظام الاساسي للاتحاد الدولي للصحافه الرياضيين يقول لك انه هو يتعامل مع الجمعيات الرياضيه مش مع النقابات الصحفيه. هذه الفصل الاول مستقل ولا سياسيه بالضبط. اثنين هل انه لهنا شنو ولا الاشكال؟ ولا الاشكال النقابه تقول لك انا وحدي والجمعيه تقول لك انا جزء. درنا على الكلام قال برشا كلام. قال كلام فساد الصحفيين وفساد موجود في كل موضوع. وقال كلام اخر اللي قاعدين ندور عليه اللي هو الحكومه املاءات الحكومه نسميها انا الحكومه قاعده تفرق في الصحافه باعتبار ان الصحافه هي جبهه صد للحكومه الموجوده وللترويكا اللي موجوده وانه هذوما الصحفيين الرياضيين هما استعمال وحكيوا على دار الجامعات. لا لا نحكيوا في الرياضه نحكي هكا ودار الجامعات والسيد طارق ما وفرها له. وهذا اللي سمعته انا قالوا الكاتب عام في عديد المنابر وكانت اخرتها سمعتها في اذاعه خاصه انه كانوا موجودين عضو عن النقابه واكد على انه الموضوع هو موضوع سياسي بامتياز. تو طارق بعدين يقول انه الموضوع ماهوش سياسي. الصحفيين الرياضيين واللي هم يقدموا انفسهم في الشارع لانهم صحفيين. الصحفي هو صحفي مهما كانت اختصاصه. والصحفي الرياضي نجم يخدم في السياسه ونجم يخدم في الاجتماعي في المجتمع وفي غيره وفي غيره. نجم يكون اول حاجه في التكوين في المعاهد الصحافه في العالم كامل في الممكن في تونس مساله اخرى يطول يلزمها محاور اخرى باش تناقشوا. الصحافي يقدم نفسه على انه صحافي. المساله السياسيه مساله مسقطه ومساله اراد ان تحيد بالحوار على مفهومه. القطاع الصحافه الرياضيه قطاع مهمش. الصحفيون الرياضيون هم اقل الناس تخلص في المؤسسات الصحفيه، لازم نعترفوا بهذا. والقطاع هذا فيه دخلاء معناتها شوهوا المهنه. كيف يمكن ان ننظم المساله هذه في غياب هيكل معترف به دوليا؟ الصحفيين التونسيين عندما يتنقلوا باش يغطيوا تظاهرات دوليه يلاقيوا معناتها صد وبين ظفرين احتقار ومعامله مهينه لا لشيء. عندنا زملاء باش يغطيوا كاس العالم الفيفا في جنوب افريقيا العام 2010 فما منهم شكون قعد ثلاث ايام طايش في مطار جوهانسبورغ لانه ما عندوش بطاقه انتماء لاتحاد الصحافه الرياضيه العالمي. في جنوب في الجابون في كاس افريقيا الاخيره فما زوج زملاء صحفيين من المصورين كان صدر فيهم قرار ترحيل من الجابون. ما اي صحفي تونسي رغم محاولاتنا لملمه المساله هذه ما اعترفوش بينا الا دخلوا الزملاء المغاربه من اتحاد الصحافيين الرياضيين حتى في التقارير حتى في التقارير السنويه للنقابه الوطنيه للصحفيين حتى مره ما تحدثوا عن الصحافه الرياضيه. التقرير الاخير في 3 مره يعني تهميش كامل تقرير 3 وقع الحريات في تونس. انا علاش اللوم على النقابه؟ 50 حاله في باب الانتهاكات 50 واكثر من 50 حاله 50 حاله في باب الانتهاكات مست صحفيين زملاء من قطاعات اخرى مش حتى في الرياضه ما فيهم حتى صحفيين كل في تقرير الحريات. طارق ان النقابه بيدها مستهدفه. انا مش مدافع عن النقابه. النقابه بيدها مستهدفه. يستحيل ان يستهدف الصحفيين الرياضيون النقابه. هذا بسبب مستحيل ايش لانه مبنى النقابه. الصحافه كهيكل النقابه كهيكل. يعني في ظل هالتهميش سامي اكيد يلزم ربما فكره مقترحه. شنو الحلول توقع؟ انا مش عندي مقترح. عندي مقترح يعني ونحكي باسمي انا يعني. مقترح. لا الحبيب باسمك انت وباسم ايضا النقابه. باسم الزملاء في النقابه. أنا أقترح التعامل مع النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين مع الهيكل لجنة الصحفيين الرياضيين صلب النقابة الوطنية هذه نتعامل يعني
طريقة التعامل. لجنة الصحفيين الرياضيين بعثت بلاغ بعد ما سمعت ليش ما بعثت بلاغ ودعتنا إلى اجتماع غدوة يا سيدي راهو فما جولة متاع كرة قدم. كيف يمكن للجنة مغيبة عن واقع القطاع أن تدعو الزملاء لحضور اللي هم يكون اللي في جرجيس واللي في قفصة واللي كيفاش باش نلمهم؟ إذا كانت اللجنة هذه غير واعية بالمشاكل القطاع كيفاش تحب نمشيو لها؟ حاجة ما واقعية ما تصيرش. لابد من التعاون مع بعض. ملاحظة الحكم الإعلاميين الصحفيين الرياضيين يعني مهمين جدا. هي فكرة واضحة، ثم لجنة في صلب النقابة نتاع الصحفيين التونسيين. فعوض تكون لجنة في صلب هذه باش تخرج وحدها باش يولي الجمعية الدولية للصحافة الرياضية تعترف. هذا كل حكينا فيه نادر الموضوع لكن بالنسبة للبطاقات كيفاش باش يتم حل هذا المشكل على الأقل؟ بالنسبة للبطاقات هذه معضلة كبيرة، معضلة أخرى يعني خاصة بطاقة صحفي محترف يلزم هيكل يكون بعيد عن السياسة وعن النقابات. أو حتى طارق مازال توم لاخذين بطاقات صحفي محترف، وأنت كذلك يعني سنة 2012 قدمنا الملفات عنا تو شهر ونص وننتظر اللجنة حتى تجتمع. هون السياسة هي اللي معطلة المسألة. يعني السياسة هي اللي معطلة. السياسة هي اللي اللي احنا بعيدين عليها نحبوا نلموا الناس القطاع. كيفاش بتتعامل مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية؟ كيفاش تتعامل معهم؟ يتعاملك بالانخراطات يعني بالاكريديتاسيون يتعاملك. لازم فيزافي عنده. يخليهم يعملوا الهيكل نتاعهم. فما حل هم راهم مش مشكله شوف انا باش نعرفش حاجه نعرج على مساله بركه بسيطه واللي هي ما تعتبر فضيحه باش نختم. الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه كل سنه يبعث للجامعات الرياضيه في البلدان دعوات للرسكله والتكوين، ونحن نعرفوا الرسكله والتكوين اهم حاجه نجموا يستفادوا بها الصحفيين باش قطاع الصحافه كله مش الصحافه الرياضيه بركه يتقدم في تونس. كل عام تبع يبعث الاتحاد هذا الجامعات تقول لك ما عنديش منظور، ما عنديش جمعيه ولا هيكل نبعث له باش نعيط للصحفيين الشبان اللي متخرجين مع الصحافه ولا من الاخبار اللي محترفين اللي نحبوهم ياخذوا الفرصه نتاعهم ويشتغلوا. علاش ما تضيع فرص نتاع رسكله وتكوين كل عام قاعده تضيع هدرا اللي هي محق الصحافي التونسي قاعده تضيع عليه وما دافع عليها حد؟ الهيكل هذا باش يدافع عليها من الاف حوايج اخرى يحب يدافع عليها. هذاك علاش احنا رانا نمدوا يدينا للنقابه الصحفيه الرياضيين ونكرروها في اكثر من مناسبه. رانا ماناش ضدها، بالعكس احنا اولاد النقابه اللي احنا صحفيين شي طبيعي. لكن لا ما خرجت مواقف حل طارق. احنا مدين يدينا نعملوا هيكل حتى نحن لبيب مدين يدينا ان شاء الله. فما اشخاص القت التهم جزافا وخونت بعض العباد من غير دلائل، وهذا يختير برشا. هذا هو اللي بعض العباد معروفين، هذا هو اللي بث نعرف هذا هو اللي بث الفرقه ويبث التباعد ويقسم القطاع الصحفي يعملونا في الخفاء يعملوا في الخفاء. كان اشكال سياده بالنسبه للصحفيين، اشكال محلول بموجب الجمعيه. انا صحيح في اخر الاوقات طارق الخدير يعطيك الصحه، مشكور جدا. سامي القصريني مشكور جدا. ان شاء الله نبقاو ديما عائله واحده يد واحده صحفيين. اكيد شكرا لكم. الى فاصل اشهاري ثم نعود. مساء الخير مجددا. قبل ما نرجع للحديث عن احداث العنف اللي صارت في قاعه جرومبالي، لا شكر الكنزاري. شكر انت قلت تعمل شكر باي. نعود بعد قليل الى شكر. اكيد احداث عنف كبيره يوم السبت في قاعه جرومباليا، نجموا تشاهدوا وتصدقوا اكيد اللي صار في هذه القاعه في مباراه شكليه بين نادي كره اليد بجمال وشبيبه الرياضيه بجرومباليا. قبل ما نشاهدوا الصور الخاصه بهذه الاحداث، نجم نقول انا نجم نحطها اقل من 18 سنه، لانه صعب جدا انه واحد يشاهد مثل هذه المشاهد خاصه للاطفال الصغار. لكن نرحب سعاد العثمان رئيس الرابطه الوطنيه لكره اليد. مرحبا بك سعاد. كنت في اجتماع اكيد. كنا في اجتماع. نعم بعد نرجع لاجتماع مكتب الرابطه الوطنيه لكره اليد، نشاهد هذا التقرير الخاص باحداث مباراه الشبيبه الرياضيه بجرومبيليا ونادي كره اليد بجمال ثم نعود. We'll be right back.
جماعه داخلين حرب ماهمش داخلين يكوروا. يزي ما عادش حاجتي بالكوره واحد صحت اخوات كل شيء. انا بالنسبه لي انا يوم حزين جدا. يوم حزين جدا في غرومبيلي يوم السبت. سي عاطف انت المسؤول الاول عن الرابطه. ما عرفش الاحداث هذه في غرومبيلي في العراق في افغانستان الله اعلم. والله سي بكل صراحه سي لبيب الحقيقه معناها الاحداث هذه معناها احنا قد ما كنا مجتمعين ما نجمناش لقينا ما لقيناش مبرر معناها باش الاحداث هذه تصير. حيت هدوه حيت هدوه. أنا معناها المقابلة رياضية ما فما حتى رهان، فما حتى شيء، هذه جمعية طلعت احنا توا الجمعة اللي فاتت عندنا مقابلة برك فيها رهان في القسم الشرفي اللي هي مقابلة رادس وضربة. ما صار فيها شيء. ما صار فيها شيء. الحمد لله. رغم اللي معناها رهان كبير وجمعيتين والربح والخسارة والتعادل فيه معناها وحتى الربح معناها فيه في توا ربحت رادس لكن فارق الأهداف بين الألي وروتور معناها خلى تضربة تطلع. وكنا متخوفين برشا منه برشا معناها المقابله هذه لكن معناها تعديت في ظروف رياضيه عاديه وطيبه والخاسر هنا الرابح وحقيقه كان معناها مشهد رياضي يليق بسمعه معناها رياضه كره اليد. لكن هو تشوه المشهد هذا لكن الغريب معناها الغريب في مقابله ما فيها حتى رهان معناها تصير فيها الاحداث هذه والمحاسب التحريات اللي عندي معناها ثم توتر كبير من قبل حتى المقابله مش علاش ما فهمناش معناها التو معناها احنا اليوم التوتر فين صار سي عادل؟ والله التوتر في المقابله كيفاش؟ الحقيقة قبل انت قلت المباراه كيفاش؟ لانه انا عندي معلومه طبعا بعد نقولها. والله شوف اذا كان المعلومه عندي قل لي باش نجم نجاوبك لكن احنا التوتر صار على صفحات الفيسبوك بين الملاعبيه قد يكون تهديدات من الطرفين قد يكون ولكن باقي لكن هذا باقي ما يبررش الشيء اللي صار نجموا في الفيسبوك صفحات الاجتماعية معناها صفحات الاجتماعية مشعولة بتوطيد العلاقات كل تقول فيها وتعبر على مقصودها كما يحب ولكن انسان الرياضة معناها ال 20 على 40 معناها مقابلة رياضية يلزمها ما تفوتش حدودها الرياضية بكل صراحة كيف رياضية مش مقابلة رياضية لا احنا نحكيو معناها المفروض ديما احنا ديما في الميدان معناها تعاندني ونعاندك في نطاق رياضي اما ما يلزمش حاجة واحدة تبررها حسب رأيي أنا هو كون في احداث ما نقولش مشابهه اقل ربما من الاحداث هذه ما وقعش اخذ قرارات صارمه خاطر اللي كان العقاب كان صارم فسابق ما نوصلوش للشيء هذا انا حسب رايي هذاك هو السبب الوحيد يعني ثم تحضير على الفيسبوك الناس بدات تتحضر في روحها وتعرف اللي ما قالها ما يكونش ما فماش عقاب لو كان ثم عقاب من الاول لاحداث نعرفوا الاحداث صارت في كره اليد قبل ربما اقل انتونسيتي من الشيء اللي شفناه خلال السنه هذه حسب رايي الصرامه هي السبب ها هو التفسير الوحيد والله انا مش موافقك لانه بكل صراحه معناتها احنا في التشير الرياضي نحكي على كره اليد كره اليد معناها الحق معناها ما عنديش وقرارات اللي خذتها الرابطه قبل ولا مكتب الجامعي قبل كل ما كانت قرارات في مستوى الحدث مباراه الملعب التونسي هلال مساكن الاسبوع الفارط شاهدنا لقطات وقت سيد الوزير موجود لهنا لكن ما علقناش وشفنا كما نعرفش مسؤول مدرب بالزي الرياضي كيفاش يضرب على الطاوله نتاع المقاتليين وكسر ذول الجهاز ما نعرفش شنو الصفه نتاعو ساعه بالضبط نحب نعرف شنو كان القرار شنو كانت العقوبه شوف احنا راهو احنا راهو شوف هذا شنو يقصد هي احنا كرابطه رضا نحكي كرابطه اي كرابطه شوف احنا نحكموا على ما يجينا تو انا ما نجمش انا بالنسبه لي انا ما نجمش نبت في موضوع وانا ما عنديش فيه ملف ولا ما عنديش فيه تقرير اذا كان حتى تقرير بخصوص هذه المباراه ما جانيش تقرير اذا كان اذا كان المراقب ولا حكم معناها ما يعملش تقرير انا كيفاش تحبني نبت في ملف احداث كما شفناها في مباراه ملعب تونسي ما يصيرش فيها تقرير الراجل قريب باش يضرب صح عليه فلت معناها يقول احنا سامحونا باللغه العاميه صح عليه فلت معناها ما فماش لا تقرير ما فماش تدوين من الحكام مشكل هو احداث اخرى برشا سامحني شنو تعتمدوا كمقياس سامحني شنو تعتمدوا كمقياس تاديبي ورقه الحكم ومراقب المباراه وشنو فما صور تلفزيه لا صور تلفزيه شوف تؤخذ بها ثم الامن التقرير الامني والله تقرير الامن ايه اي تقرير الامن احنا إيه؟ احنا ديجا في مسيامو معناها مسيامو جينا كل شيء معناها تقرير إيه الامن وتقرير الامن يعني ناخذ احنا نجمعوا كما تو احنا اليوم معناها جمعنا جميع المعطيات ولكن اجلنا معناها اخذ القرار لانه عارفين اللي عندنا معناها قاعده مع حنا بعض في بالمكشوف باش نشوفوا في بالمكشوف بعض الصور لاني مع باش نشوفوا بالمكشوف بعض الصور ما شاهدتوش الاسبوع الفارط صور خاصه مباراه هلال مساكن علاش التعامل هكا لا مش لا هذا موضوع اخطر بصراحه
معناها في الخطوره نتاعو، معناها بكل صراحه يلزمنا نتحراو باش ناخذوا معناها قرار صحيح. هو هذاك اللي ترتب عليه في حكام راهو الاسبوع الفارط. ما جاوبتش طارق، هل تؤخذ بعين الاعتبار الصور التلفزيونيه؟ هذا السؤال. والله احنا ترى في القانون العام تاعنا راهو تاخذ ثم شرط المراقبه. علاه ما خذتوش؟ اولا الحكم، تقرير المباراه، صور التلفزيونيه بالنسبه للتلفزيونيه الرايع، وتقرير معناها سي عادل سامحني، تقصير من الحكام، من المراقب، من الرابط. نمشي الرد فعل رئيس نادي كرة اليد بجمال الموقف نتاعو، ثم نعود بعد هذا التقرير. صدقني ما نجمش نوصف لك يعني شنو اللي صار. اللي صار ما ماتش للرياضة بحتى صلة. الوعد والوعيد ساعة مش نقتلوكم مش نعملو لكم. قعدت باهت. الماتش بدا عادي بشيء، معناها بشوي بشوي الماتش سخن في وسط البارتي، وهما الاربيتر تقريبا وقف وجي ثلاث مرات الماتش يهدي في الاعصاب. باقي شيء بون، اللعبه تحمست عندنا جوار معناها ولاو يتكيو فيه، طلعناه في البنك، تحرقت الاعصاب اكثر. الاربيتر في الاخر معناها طلب من الامن، قال لهم تنجموا تحميوني وتحميوا النادي الرياضي بكره اليد بجمال، قالوا له نجموا. وقف المقابله تقريبا قبل ب 10 دقائق من نهايه المقابله. بعث لي ما نجمش نوصف لك الاف الاف معناها، ولات معناها احنا كان تشوفوا احنا بعت في التصويره الجمعيه نتاعنا، احنا في الكون نتاعنا في الكون، معناها الناس تهاجم فينا. اذا تصورش واحد يهاجم هو في الكون نتاعو، صدقوني قعدنا ساعتين كاملين نراه ساعتين نطلب في الرجال الامن، معناها نداءات استغاثه طلبتهم من عند الاذاعات من عند احبابنا، تلمو قعدنا ساعتين نسمع في كلمه دافعوا على ارواحكم هنا جايين. تصورونا احنا 20 شخص رانا نحاربوا في 3000 ولا في 4000، علاش؟ والله اللي نفهم حتى التو مانيش فاهم. ما نحبش نحكي على الاضرار المعنويه بكل اني، على خاطر اضرار معنويه صدقني نهارين ما رقدتش اني بالليل، صدقنا دينا بجنب الموت. الكسور موجوده في صلب الفريق، مسؤولين وهيئه، ناس مدموغه وناس مجروحه ومغرزين، تنجم تمشيوا حتى لسبيطار سهلول، كي روحنا من غادي ما نجمناش نتعداو حتى للمستشفى في قرنبال نظرا للوضع، رصدتنا مشينا حتى لسبيطار سهلول باش قبلونا غادي وقاموا لنا بالتصوير الجوارات. راهو المسؤول يريض وليداته، المسؤول يكون قدوه، عمره ما كان المسؤول يحمس وليداته باش يضرب خوه. رانا بشر، رانا في الاخر رانا بشر، ورانا في داركم، رانا كي جيتوا لدارنا ما عملنا لكم حتى شيء، ومشينا غادي احنا نلقاو شنو اللغه اللي قاعده تدور في قرنبالي، هل احنا عملنا واحنا درنا واحنا كذا. اثبت كان عملت حاجه، امشي اثبت، حسبي الله ونعم الوكيل. اكش يقول كان حسبي الله ونعم الوكيل. هذا موقف وراي رئيس نادي كره اليد بجمال، هاو نشاهدوا مع بعضنا راي رئيس الشبيبه الرياضيه بقرنبالي. ثلاثة أطراف ساهموا في هالمشكل هذا، اللي هما جمعية جمال، اللي هما الجمعية متاعنا، واللي هما التحكيم. في وسط اللعبة في الدزامي توم عندها فما جوير نتاعهم هذا ديس شات شوطة مرة الأولى في على وجهي بعد، وعاود مرة أخرى ضربني دخت، جت في وجهي دخت، قعدت حكيت نص ساعة ككداخ. من بعد كي قمت شفنا الجور مازال ما يلعب ما خرجاش، هو في القانون الجديد اللي كرة تجي في الوجه جور يخرج بالحمراء. جيت نكلم فيه قال لي هذاك هو ما دبرش عليا شنو نعمل. يا اخي بدت خلى زفر ووقف الماتش وخرج. الجماعة داخلين الحرب ماهمش داخلين يكوروا معناها، هما كان ما جاوش عارفين اللي هما ظلمونا وضربونا غاديكا، ما يجيوش بمقصات وسكاكن وبومباغاز في البوت فارماسي نتاعهم. جماعة جمال يكسروا البنك ويرميوا في كل شيء، فهمتني؟ لا على معناها على الناس كل. واقف نحز في الولاد نشوف كان في مدرية في ساقي ما فهمتش منين جات. الحيط نقب طفية نتاع حريقة. كسروا الحيط معناها ولاو يضربوا بالحجر بالواحد. سكاكن مقص تاع طبيب غاز. دوب ما زفر الاربيتر الساعه في الماتش واحد جبد مقسم البوت فارماسي،
بتاعي وخلات في جرتي فهمت. انا هربت بالطبيعة خاطر ما عندي حد شيء يفيد، والاخر ما عرفش منين مزوزين حجر ولا ترشناي. انا هارب يضرب البلار هذاك كله جه على ظهري، عرفت كيفاه؟ ما عرفش ما نفرش بروحي الدم كيفاش لا معنا وكزيز وقا واحد في ظهري هذه معنا دم فيها ضي نمرو 10 الديس نتاعهم مقص ما زيد شيء على سكين معنا كما شدت له شيء وتفرج انا هبطها معنا في القلب طول ما نزال معنا الولد باش يدخل هكا وضربه من تالي زاد مدريه في ظهري. الصباح مشيت للسبيطار الرابطه وعندي شويه نفيخ دم محصور، اعطاني زريقه واعطاني حرابش باش نشربها باش يتنحى الدم وباش نرجع لها الاثنين نعمل سكانير. نحن لا يمكن باي حال من الاحوال وان نقبل حاجات من النوع هذا. احنا على مستوانا نحن عندنا اجراءات باش ناخذها على الملاعبيه نتاعنا اللي مانيش باش نبرئهم معناها من الاخطاء نتاعهم ولا مش نبرئهم من كذا كذا، عندنا قرارات باش نتخذها في شان بعض اللاعبين. واحد من الناس الكوره كان هكا في تونس يزي ما عادش حاجتي بالكوره، واحد صحته خبرت كل شيء وكذا يزي من الكوره اكيد اذا كان شاهدوا مثل هذه الاحداث. ونحب توضيح فقط وأن الفريق الصحفي لقناه حنبال راه خلط تخلوط على الاحداث اللي شاهدتوها، هذيك جزء اخير ربما من المسرحيه من الكارثه من المصيبه بين الظفرين، لانه كنا باش نغطيو مباراه من بعد يعني من الصدف السيئه سوء الحظ وانه شاهدنا مثل هذه الاحداث باش هكا تبدا الامور واضحه ونقدموا كان الحقيقه. سي عادل شفت ما عادش علاش نسال السؤال انا سامحني شكون صدقوا؟ والله يا لبيب انت قلت من سوء الحظ، لا من حسن الحظ انه كما اذا حنا بال وصل، لا لان الزملاء تعرضوا لاعتداء زاد هذاك علاش مانيش فاهم. تسمع جماعتك غومباليا تقول خطيهم ومليكه وجماعه جمال هما اللي عملوا الكل، تسمع جماعه جمال كيف كيف اش باش نصدقوا هنا؟ الصور هذه تغني عن كل تعليق. اذا كان الصور هذه وعباد ايدونتيفي واضحين بالكاميرا نتاع حنا بعد وتقول لي ما نستعملوش الصور التلفزيون وزدنا سمعنا نحن الموضوع مشينا للقاعه نتاع غرومبيلا وسمعنا زوز اطراف. لا هذه لبيب هذه السال دو ميسكولاسيون قاعه تقويه العضلات اللي وقع تهميشها وتكسيرها والنقبه في الحيط خسروا يا جماعه غرومبيلا. هذه فلوسك وفلوسي وفلوس المواطنين اللي هما قاعدين مساهمين في بناء هذيك القاعه الرياضيه باش يجيو جماعه كيف هذوما ونسميهم جماعه كيف هذوما يتطاولوا ويعملوا العنف ويكسروا. والضابطه تقول لي كما قال لك رضا القرارات الصارمه، يا خويا هذوما دي ا في هذوما جمعيه ينزلوا القسم اللي بعده هذوما يتحالوا الى القضاء. سامحني يمكن انت تبتسم هذا الواحد اللي يبكي لا لا مش نبتسم ما يلزمش واحد يستبق الاحداث. وإحنا رابطه باش نخرجوا قرارنا بعد نحكيوا فيه. تقول لي معناها يلزم ويلزم ويلزم استنى واحنا بيدنا معناها احنا بيدنا معناها الشيء هذا ما يشرفناش وهذه معناها مشاهد يندى لها الجبين وهذا معناها كارثه رياضيه نجموا نمثلوها بكارثه رياضيه. لكن معناها ما يلزمش زاد في القرار نتسرعوا احنا لازم نترويو بكل صراحه. البطوله وفات فماش انعكاس توا معناها ما ثماش معناها زاد مباريات شبان نظن سي عادل. لا مش مباريات شبان لا نحكي على مستوى البطوله. نادي كره اليد بجمال مش باش يمشي للقيروان قال انا مباراه شكليه تفاديا لاي مشاكل اخرى ولا لا شوف بالنسبه تحسبا للمشاكل احنا بالنسبه لنا احنا باش نعاقبوا فريق الاكابر مش معناها جمعيه من فوق اللوت. نحكي لك على ما ينجر على مثل هذه الاحداث. شوف بطوله قسم الشرفي وفات دونك قلنا ما فماش موجب باش ناخذوا قرار نتسرعوا فيه. عملنا لجنه موسعه باش نجبدوا القرائن الكل نجمعوا كل شيء وبعد ناخذوا قرارنا وان شاء الله من هون الجمعه الجايه وناخذوا قرارنا بالنسبه للشيء اللي صار هذا ان شاء الله. القرار تقارير تجي شكون نصدق انا وليت هذا هو السؤال. لا ما زلناش نصدق هذا كله خاطر عندي كتاب انا تقرير الحكم واش قال فيه لان الحكم عاش المباراه وعاش مع الملاعبيه وشاف الشمش ما فماش ثم معناها ثم العمليه سهله نعم فما عنف وعنف متبادل اي نعم الحل سهل ياسر الزوج جمعيات يضمحلوا يتنحاوا والعقوبه نتاع افي بالنسبه للاعبين الكل والسلام عليكم. علاش تلوش في مشاكل اخرى انت؟ انت ما هو هذاك هو اللي باش تعطي بالدرس للناس الاخرين فما مشكله قال لك المره الاخرى. لا انا خديت الكلمه طارق شوف انا اعتبر انه الاتزان ماهوش وقته اللي صار مش حاجه عاديه، هذا ماتش ويكلو فما بالك اذا كنا في ماتش بالجمهور، ماتش ويكلو ما غير حتى هدف الا لعبه كره اليد، الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه اللي صار اليوم لازمنا نحطوه في اطار ومش نكبروا في الكلام راهو نشعلوا في النار، لا كارثه اخلاقيه ماهيش كارثه رياضيه، كارثه اخلاقيه، وقت اللي تعتدي باله حاده على شخص بشري، انت تحب تقتل نفس بشريه، مش جوار تاع هون، نفس بشريه، ربي اعطاه الحياه وانت تحب تقتله.
هذية لازم هكا نتطرقوا للموضوع، ما نتطرقوش كعقوبة تأديبية فصول 161-162 من الريغلمان نتاع الانترن نتاع الفيدراسيون التونسيان دو هاندبول على اساس وين باش نمشيو بالعقوبة. هذية راه في تتبع تأديبي وفي تتبع جزائي اكثر من هكا. ثم عنف شديد، ثم محاولات قتل، ثم الاضرار عمدا بالك الغايه، ثم الاضرار عمدا مش رياضيه، ثم قانون خاص في الزجر الجزائي اليوم راهو الالتزام به اللجان به، لكن زاد على الاقل اتخاذ قرار تحفظي وقتي ممكن ونجموا نعملوه الى حين اتخاذ قرار اخر. لكن الحكايه صارت وقتاش لبيب؟ نهار السبت. نهار السبت عنا السبت واحد واثنين وثلاث وناس مدغوره بسكيك راهو الفعله. سامحني انا على راسي سامحني ما لوش ما لوش على البيت على ارتكاب الفعله راهو، خاطر انا في رايي سامحني اذا كان باش ندخل نناقش شكون بدا الاول وشكون كتب الحكم وشنو التقرير والمراقب، قاعدين نبرروا في الاشياء الجريمه هذه. يعني سعاده ما تطلبش تبرير سعاده، خوتي من قبيله قاعد انتم في شخص شكون تصدقوا؟ لا لا قصدك لا انا راهي نصدق حد. شو معناها يضرب الكلام هذا ويقول لك تضربت بسكينه فول بروفي سي با فاسيل، معناها بجي قدام الناس الكل قلت ضربت بسكينه وضربني كذا ينجم يقول لي حبه ورا يعني يفتعل في ضرر مادي. اي بيان سور ينجم يفتعل يا اخي، مالك يجيك واحد يقول لك راه ضربوني ولا عملوا لي كذا. وليزانفستيغاسيون تاعك كيف باش تحدد شكون اللي ضرب؟ احنا على كل حال عندنا ملفاتنا وباش نضرب فيهم، وزدنا شفنا الصور هذيا تقريبا فين ماشيه الامور سي عادل؟ تقريبا والله ماشي 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 في عقوبة. انت هاك شفت قلت كنت ننتظر في الصور تاع بن مكشوف، هاك شفت الصور في بن مكشوف؟ قد يمكن معناها ما نحبش نسبق الاحداث، ولكن قد مثلا جمعيه كيما جمعيات معناتها في صنف الاكابر قد نحيوها هو تولي تخدم الصور وكاو. تم طلب سماح من الاشخاص هذوما؟ اي بيان سور بيان سور، مش الحكم الحكم تم سماعه من اللجنه والمراقب؟ تم سماعه بيان سور، وباش نسمعوا رئيس قرنبيله وباش نسمعوا رئيس جمال والاشخاص هذوما باش يقع التحرير عليهم طبيا في بيان الضرر اللي صار له. وقت اللي انسان يجي يقول لك معناتها هذا انا عندي واحد غرست له ولا واحد كذا، مو جيب لي القرين كونتر اكسبرتيز ثم منكم يا ودي خلي يجيب لي الصح وبعد شوف. شكرا انا اذا كان سعاد مش على كلام برك بالقرايه اي لازم القرايه تثبت انت جيب لي معناها تقيم الحجه انت ماكش قادر او مفصل قادر. المهم ننتظر قرارات صارمه وحاجمه سعاد، ننتظر قرارات صارمة وعادلة أيضا إن شاء الله تكون موجود معنا في حصة قادمة من بن مكشوف باش يكون درس للجميع، لأنه يعني بكل صراحة عار 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 ما شاهدناه في هذه اللقطات في لقطات أخرى يعني تقريبا في كل الرياضات. سعاد العثمان رئيس الرابطة الوطني لكرة القدم يعطيك الصحة، مشكور جدا على الحضور معنا، شكرا لك. ما نعرفش نمشيو الفاصل إشاري ولا نواصل مع كرة القدم. أكيد كأس رابطة الأبطال الإفريقية والقرعة تمت اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والترجي الرياضي التونسي صاحب اللقب الأخير وضعته القرعة في المجموعة الأولى صحبة النجم الرياضي الساحلي سانشاين النيجيري وجمعية أولمبي أشلف الجزائرية. في المجموعة الثانية نلقاو الأهلي الزمالك المصري بيريكوم تشيلسي الغاني وتيبي مازنبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونشاهدوا في المجموعات الترجي يلعب مباراة الأولى في نيجيريا ضد سانشاين، والنجم الساحلي يلعب في الجزائر ضد جمعية أولمبي الشف الجزائرية. طبعا بعد نرجع للحديث عن كأس الاتحاد الأفريقي. رضا، هذه القرعة وهذه المجموعة الأولى للترجي، اولا مبروك للفريقين الترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي للمرور لدوري المجموعات، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي انا حسب رايي الشخصي نعتبره محظوظين. علاش؟ على خاطر المجموعه نلقاو فيها زوز فرق تونسيه، ثم ثانيا الفريقين الاثنين سانشاين وشرف فريقين معروفين على الاقل، سانشاين من خلال التجربه نتاعو السنه الفارطه مع النادي الافريقي وانتصر عليه النادي الافريقي في نيجيريا بالذات في الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد، يعطيك الصحه، واحد بلاش وتعادل معاه في تونس وفي تونس يعني ثم فوزي بنزرتي يعرف بالضبط، فوزي على الاقل يعرفوا. ثم شلف كذلك فريق مجاور، دونك نعرفوا امكانيات البطوله الجزائريه مقارنه بالبطوله نتاعنا، وبالتالي نعتبر الترجي الرياضي حسب رايي اقوى البطوله الجزائريه في الوقت الحالي. ست فرق تلعب من اجل اللقب، لكن سامحني من ناحيه راي شخصي، رايك شخصي نحترمه، لكن نشوفوه على المستوى الافريقي نعرفوا شنو مستوى الفرق الجزائرية على المستوى الافريقي مقارنة بالفرق التونسية. وهذا ما قاله رئيس جمعية اولمبي شلف اليوم في تصريح، قال نعرف المهمة صعبة، ما حتى فريق ما وصل للنهائي في السنة
السنوات الأخيرة، لكن متفائلين بهذه المجموعة. 11 مرة ترجي رياضي، 6 مرات للنجم الرياضي الساحلي، هذا أكبر دليل على تفوقنا مقارنة بجارنا. ثم الحاجة الأخرى هو كون تفادينا فرق كما تيبي مازامبي والأهلي على الأقل في المرحلة الأولى. دونك نقول اللي من الواجب أنه نركزوا الفريقين الاثنين سواء الترجي ولا النجم، والأمل واضح وصريح أنهم زوج فرق بإمكانهم المرور لبتبيع الأدوار النهائية. نادر، النجم والترجي في نفس المجموعة، كان هذا موجود في نسخة 2005، والنجم ترشح كصاحب مرتبة أولى، الترجي غادر في تصفيات المجموعات. جمعية أولمبي الشلف سبق لها أن لعبت ضد النجم في نسخة 2009 الدور 16، 2-1 كان النجم في مباراة الذهاب، وتعادل 0-0 في الجزائر. هو الترجي الرياضي دائما يكون طالع خير كل ما يكونوا زوج فرق مترشحين للمجموعات في الشامبيونز ليج. ان شاء الله زوج يكونوا موجودين في الدور النهائي. وهذاك اللي حبيت نقوله، انا نقول بالقرعه هذه نقول محظوظين فعلا، لانه الترجي حاليا في افضل حالاته، فريق منظم، تخطيط وبرمجه، امور واضحه. النجم صحيح يمر بفتره انتقاليه جايه من الامور الاداريه والمشاكل الاداريه، لكن تصور من هنا فصاعد النجم قادر ان يرجع للاشعاع نتاعه، ونجم الشامبيونز ليج ليس بنجم البطوله. محظوظين لان سانشاينز فريق متواضع الامكانيات، في حين المجموعه الاخرى فيها ثلاثه فرق قوية برشا، مازامبي والأهلي والزمالك، وتشيلسي كذلك فريق غاني، ونعرفوا كرة القدم الغنية والميزة نتاعها من الناحية الفنية. الرجاء البيضاوي 5-0 ربحوا في مباراة يعطيك الصحة، يعني تولي المجموعة الثانية مجموعة حديدية. الشلف الجزائري حاليا في المرتبة الثالثة أو الرابعة في البطولة الجزائرية، قدم موسم ممتاز صحيح، ولعب لأخر عدهات البطولة الجزائرية للفوز بالبطولة، لكن دائما تبقى مجموعة في المتناول. نتصور بالطريقة هذه قادر الترجي والنجم يكونوا في المركز الأول والثاني، ولما لا الأدوار النصف النهائية والنهائي يكون تونسي بيمن بيها. النجم والترجي تقابلوا في الجولة الثالثة، المباراة الذهاب باش تدور في تونس. بالتوفيق والنجاح للنجم الرياضي الساحلي، الترجي الرياضي تونسي، يكونوا موجودين في دور نهائي تونسي 100%. الجولة الثالثة والجولة الرابعة لبيب، ثالثة في تونس أكيد بعد الجولة الرابعة مباشرة، لكن أول لقاء بيناتهم باش يكون في الجولة الثالثة. بالنسبة لكأس الاتحاد الأفريقي الدور ثمن النهائي الثاني في هذه المسابقة، والنادي الأفريقي باش يلعب مع جولي با المالي اللي خرج من كأس رابطة الأبطال الأفريقية. جولي با المالي هو اللي يستضيف في مباراة الذهاب. قلت 5 مناسبات سابقة بيناتهم، 3 ترشحات للنادي الأفريقي و2 للجولي با، لكن آخر مرة تقابلوا فيها كان التأهل لجولي با في الدور 16، 2-1 ربح في تونس و1-0 خسر في مالي، هذا في كأس رابطة الأبطال سنة 2009. لبيب خلينا نرجعوا للمقابله نتاع اخر مقابله ترشح فيها النادي الافريقي، التسديد والهفوات الدفاعيه كان عنوان المقابله هذه. بصراحه النادي الافريقي اظهر ضعف على مستوى الاداء الفردي والجماعي من الناحيه الدفاعيه. الافريقي بالنسبه لي انا مازال يبحث عن التوازن نتاعو، صحيح اذا كان رجع للتسجيل، لكن ما نساوش انه ضعف دفاع الفريق المنافس. ثم ملاحظه بارزه، عبد الكريم النفطي قاعد يقدم في اداء كبير، نتصور الافريقي يزمو يعطي المقابله هذه اهميه كبيره، لانه جولي بالمالي فريق ممتاز، فريق كما قلت انت 3-2 حاليا في تاريخ الزوز نوادي. المقابله مش تكون صعبه، يزم الافريقي يحاول ان يعالج ان شاء الله الرابعه للافريقيه. قبل ما نمشي لقطات وتعليق، كلمه بخصوص اهلي شندي، نعطيه حق المدرب التونسي محمد الكوكي ازاح سبا التنزاني 3-0 في مباراه العوده بضربات الجزاء الترجيحيه في مهمه كانت شبه مستحيله لاهلي شندي في اول مشاركه افريقيه له، ويلعب المباراه ضد قطن قروال الكاميروني. اولا جولي بالمالي، حبيت نقول كلمه على جولي بالمالي، ما نساوش المقابله الاخيره اللي لعبها مع الاهلي يوم الاثنين، خسر حارس المرمى نتاعو، ثم خاصة كان منتصر خلال الشوط الأول 1-0، دونك الحذر واجب من أبو تريكة. أبو تريكة هو اللي فعل ما يريد وسجل زوز أهداف كاملة. علامة امتياز تو ذا بار نبيل كوكي كان معنا هنا، محمد عفوا كان هنا معنا في البلاتو، تحية لهم الزوز. محمد من خلال التألق نتاعو مع أهلي شنتي، هذا الفريق اللي ما عنده حتى تراديسيون وحتى عادة على المستوى الإفريقي، اليوم نلقاوه مترشح، وهذا اكبر دليل على العمل اللي قام به محمد ضمن الفريق هذايا. ما نساوش رئيس النادي نتاعو كان مسؤول سابق على مستوى فريق الهلال السوداني، وهذا ربما عنده قيمه كبيره في على مستوى تاطير الفريق، ونتصور اللي محمد باش يكون له شان على مستوى البطوله السودانيه، ثم حتى المدربين التونسيين. اليوم فما سليمي معاه موجود لطفي، لكن الاكيد الصوره اللي يعطي فيها محمد عبر الفريق نتاعو باش تكون احسن صوره ربما لبقيه ممرنين نجمو. تحية لكل الإطارات الفنية العاملة خارج تونس متألقين دوما. نمشي إلى لقطات وتعليق ثم نعود. أه
اربع سنين رئيس جمعيه منوبه ما ظلمنيش حتى حكم. خي شنيا توش لهذا عطاه لهذا شنيا مش ويل. المسؤولين نتاعك يتشكيو. انا غلطي متغشين من الهزيمه ومش بالهم مش نمشي اكثر ماشي بالنا الكل اللي مش نمشي اكثر في الكوب. لديه فرصة بأن يدخل التاريخ من أوسع أبواب الصورة كانت على عادل تعرف واللي قد يكون أحد البدلاء. كرة قوية الله لا يكترثون للقمة وتسلل اليأس نوعا ما للاعبين وجماهير السيتي. هنا كرة سريعة مرتدة خطيرة للكيوبيار. الكيوبيار يبحث عن كرة عرضية عالية وعندهم كابوس البطولة اللي غاب على مانشستر سيتي 44 سنة لكن تحول على حقيقة الحلم. وإحنا عندنا كابوس العنف وإحنا اخترنا له اللقطة الأخيرة باش نشوفوا كيفاش تعامل الجمهور مع وضعية فريق خاسر لقب بطولة ويستنى في اللقب 44 سنة وبين لكمة في مباراة دور 32 لكاس تونس وزوز فرق يعني حتى حسابين ولا بلغة المنطق صعب أنه يتحصلوا على الكاس ونشوفوا اللكمة متاع ملاكم شتانا بين هذا وذاك بين زوز عقليات في اللكمة. أنا ننصح سمحني ننصح صفات الكواش رئيس الجامعة لا برسمي خلينا نبدأ بهذه بعد كمل بالأخرى. رئيس الجامعة التونسية للملاكمة اللي مازال كيتنصب سي فتحي بعد الانتخابات الكواش ينتدب اللعبة بالضبط آه. علاش لا مش ينتدب يهزوا للألعاب الأولمبية القادمة على خاطر بصراحة الشكل اللي قام به باللكمة هذه نتاع أبطال في الملاكمة ما فهمتش اش يعمل اللاعب محترف مش محترف اش يعمل في المباراة هذه. فيما يخص المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي دموع الحزن في دقيقتين انتقلت الى دموع فرح. باش تقعد دقيقتين تحكي عندك 30 ثانيه اي بالضبط 30 ثانيه اللي حاب نقوله هي كون قمه في انجلترا حدت البطل في دقيقتين فقط في نهايه المباراه وهذه اول مره تصير مع العلم حتى في انجلترا. ثم الحاجه الثانيه حبيت نعلق في المباراه هذه عشان نحدد البطل في 10 شهور احنا باش نحدوا لا ومش ويكون مش اكيد مش اكيد. الحاجه اللي حبيت ناكدها هو كون الفريق كان خاسر كما تعرف مليح 1-0 ثم 2-1 صاحب الهدف سيسي صاحب الهدف الاول الفرنسي اللي سجل في مرمى مانشستر سيتي في نهايه المباراه وكنا نحكيه في الكواليس يجي ويصافح الفريق الانتصار تاعه. ثم ردت فعل خاصه لاعبي مانشستر يونايتد اللي كانوا تقريب ابطال يحييوا في شوارع المدينه اللي هي نفس المدينه الابطال والعدو اللدود اللي قعد 40 سنه ما تحضرش على البطوله. دروس اثناء المباريات تستعمل هاتف الجوال؟ لا هو حركه زميلنا سي عبد الوهاب الهيشتي يعني اكيد تحيه كبيره ليه تحيه كبيره سي عبد الوهاب الهيشتي يعني لقطه تعريف ما عرفش شكون يكلم زعما يسال على هدف اللي قبله فريقه شكل راهو اختفى اللقطه لكن انت اقول لك حاجه اذا كان بعض الاحيان مدرب يكون عنده مدرب مساعد او مدرب حراس او شكون لهيله يتبع معاه باش يعطيه فكره ينجم يستعمل هاتف شيخه فكره نتاع زميله في المدارج لكن المفروض لا سمحني عاد ما نسالش انا رايي لكن المفروض انه الهاتف الجوال ما يكونش موجود في الوقت ذاك واستعماله يعني ما يصيرش لا يقبل. لكن حبيت نزيدك على مان يونايتد انه تيفيز في غمضه الفرح العقلية الاحترافية تيفيز قال كلمة ماهيش في بلاصتها للسير أليكس فيرجسون في المان سيتي وقت هو في غمضة التشويش هذاك ما نساش أنه يعتذر للمان يونايتد. من النقاط الإيجابية أيضا تصريح رئيس بلدية منوب. والله ما انا ما راهوش نقطه ايجابيه كي راه المان سيتي وقت اللي هبط الجمهور في ظرف بضع ثواني بالميكرو قالوا لهم تفضلوا ارجعوا شدوا بلايسكم بعد 44 سنه رجعوا شدوا بلايسهم.
لازمنا نكبروا الحكايه ونصغروا الحكايه، لكن هذه على سبيل الفلكه والدعابه لانه عقليه اخرى. تصريح الحقيقه نتاع رئيس مولديه شبيبه بعض الاستثناءات التصريحات هذه منوبه الحقيقه، يرتقي الى مستوى الحدث لانه ولينا نلوجوا على الحاجات الباهيه في الرياضه التونسيه. للاسف المسؤول ولا يتكلم في كلام مش باهي ولا يسب ولا ولا ولا، كي نلقاو كيما هكا لازمنا نحيوهم ولازمنا نقولوا انه ملعب منوبه ما فيهوش اضاءه في الليل، مساكن يسون توبليجي باش الناس الكل تتريال من 3 ل 6 ونص ل 7 لانه ما عندهمش اضاءه. نكمل باللكمه اللكمه بالنسبه لي لابد من احاله حينيه للسيد هذايا اولا، واثنين لابد من تتبعها لانه المسؤول كي دخل الدوش قالوا يعطيك الصحه برافو جبت الطرح، والا قالوا هز دبشك وبرا روح ما عادش تلعب راك انت تمثل الجمعيه. كلمه على اللكمه ان شاء الله في تقرير الحكم وتقرير المراقب يقولوا اللكمه اللي شفناها هذه ولا ما يتعاقبش اللاعب ان شاء الله. مسؤول نادر باش نكونوا ايجابيين. حبيت نختم، كنت تحكي على الجمهور اللي في ثاني في كلك ثواني طلع الفوق. الحقيقه حتى جمهورنا فيه بعض الناس اللي هم طيبين اليوم، اكيد نحكيو على شرم على فئه راه باش ما نعمموش فئه من جمهور النجم الساحلي ونادي البنزرتي مشاو رئيس الجامعه طلبوا مقابلته وبطريقه حضاريه عبروا على معناها لازم نرجع للنادي هذا البنزرتي باهي. قلنا ديما نحكيو على الفئه راه على الشرذمه الظالمه ماناش نعمموا، نحكيو على المسؤولين اللي قاعدين ربما يبعدوا عن التسيير الرياضي، نحكيو على الملاعبيه اللي قاعدين يشاهدوا في النماذج منهم اللي يستعملوا في العنف ونقول لهم هذوما الفئه هذه الضاله بالله احشموا احشموا، رانا وصلنا يعني الى نقطه لا عوده. يعني بكل صراحه رياضه العار اصبحت في تونس، على الاقل نقدروا العائلات نتاعنا، نقدروا الناس اللي تتفرج فينا. توا باش نمشيو الى اخر التقارير في برنامجنا ليله وجه لوجه، واكيد المد والجزر مازال متواصل في علاقه حافظ حميد بالنجم الرياضي الساحلي من خلال محاميه اللي عقد ندوه صحفيه مع تجديد الاتهامات لامين المال السابق فؤاد قاسم. نتابع التقرير ثم نعود. هذا الحكم قد شابته العديد من الشوائب. أولا أن المحكمة التي نظرت في القضية هي محكمة غير مختصة، ثم أكثر من هذا أنها نصبت هيئة جديدة تتولى انتخاب رئيس جديد، والحال أن الرئيس لا يزال يتمتع بكامل صلاحياته. اللجنة الوقتية هذه عينتها للمحكمة وناس رجال قانون ويعرفوا شنو يعملوا، ما نتصورش شكون يغلط غلطة هذه. سيد حافظ حميد هو ضحية مؤامرة كبيرة برشا. سي حافظ حميد اليوم ماذا فعل؟ سي حافظ حميد أطرد، خلع من مهامه، جرد من صلاحياته، وفي المقابل تستغل أمواله وتستغل صكوكه وتستغل كمبيالاته، رغم أن بعض هذه الوثائق هي مسحوبة من حسابه الخاص. دونك هو خلى دي شيك سينيا بلون سامبل سيناتور، سيناتور واحدة ما تقضيش، لازم دوبل سيناتور، السيناتور نتاعي ونتاعه. أور بالنسبة لي ديبوي لو 13 مارس جي ريان سيني دو تو دو تو، فما دي شيك ما عطيناهم من جانفي، خاصة مثلا اللي شيك تحمل من الف قبل الميركاتو، معناها ما بريود الميركاتو بالضبط. إذا كان هما تو تصبوا في الوقت هذايا وعطيناهم دي شيك أي شيونس كل شهر مثلا باش تصب شيك، ما يعنيش كونوا احنا صحنا فيهم تو. أرى أن بنسبة 99% أن القانون لم يقع احترامه، ولكن لنفترض أن 1% هذه المحكمة أو محكمة الاستئناف لم تحكم بما لم نطلبه نحن، فهناك اللجوء إلى القضاء إلى محكمة التعقيب باعتبارها هي محكمة القانون وهي المحكمة الوحيدة التي تسهر على حسن تطبيق القانون. أنا أساس السيد هذا يقدم في قضية ولا يقدم في 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 شكاية، يعني ما فما حتى أدنى سبب، فما حتى أثر كونه يتهم الأشخاص هذم كوسوسوا سي عبد الجليل ولا سي رضا ولا في شخص لك شخص. ما بني على باطل فهو باطل، فإن هذه الهيئة مصيرها الزوال حينما يقع القضاء ببطلان كل الإجراءات التي كانت وراء تنصيبها. أنا والحمد لله ناس خدمنا الإتوال، ما خدمناش الأشخاص، المصلحة نتاعنا مصلحة الإتوال مش مصلحة أشخاص. إذا كان هو يحب يطلع بالإتوال عنده طموحات، مش بالكيفية هذه، ظهر لي الإتوال عملت له إيماج دو مارك كبيرة برشا برشا برشا، مي مالوريزمون بور لوي ما عرفش يستغل الموقف اللي عطته له الإتوال. طارق العلاني، الحقيقة المسلسل لا زال متواصلا
بين حافظ حميد والهيئه الحاليه. اللي كانوا يحكيوا فيه باش نبسطوا للناس انه كما تعرف بعد مصدر الحكم الابتدائي الصادر على المحكمه الابتدائيه الدائره الاستعجاليه المحكمه الابتدائيه بسوس القاضي بالتنصيب الهيئه الوقتيه برئاسه سي عبد الجليل البوراوي اللي هما اشرفوا على الانتخابات في ظرف شهر واللي خرجت الانتخابات سي حافظ حميد بالطبيعه القانون يكفر له الاستئناف. مع الاستئناف في الحكم هذا يمشي عمل ايقاف تنفيذ ترفض بالتالي ما وقفش التنفيذ. حكم الاستئناف في الجلسه نتاع البارح توخرت الى لتقديم مزيد المؤيدات. ما زالت القضيه محل نظر من قبل الدائره الاستعجاليه بالمحكمه الاستئناف بسوسه. اعتقد انه المشاحنات هذه مش وقتها ماهيش فايده. تسييس الموضوع اعطاء ابعاد سياسيه ابعاد اعلاميه. الموضوع الان ينظر في ملفات القضاء ينظر من امام هيئه مختصه اللي هي الدائره الاستئنافيه بالمحكمه الاستئناف بسوسه. ما زالت ما قالتش فيه حتى كلام. لازمنا نجنبوا الضغوطات هذه باش تاخذ القرار الصحيح كما قال محاميه. اذا كان مشيت معاهم باش يكتفي وسينو باش يتعدى لمحكمه التعقيب باعتباره انه يمكن له الطعن بالتعقيب. لكن الى حد اللحظه هذه الهيئه هذه هي موجوده تخدم في خدمتها ما زالت موجوده ما ثماش ايقاف تنفيذ. الاستئناف ما يوقفش التنفيذ في انتظار القرار الاستئنافي. وما زال المسلسل متواصل ممكن مسلسل مكسيكي مسلسل تركي. ننتظر ختام هذا المسلسل بالافراح او بالدموع. على كل نواصل مع وجه لوجه لكن نبقاو مع النجوم من النجم الساحلي الى نجم اولمبيك سيدي بوزيد. برشا اتهامات لهذا الفريق موجهه من طرف فرق الرابطه الثالثه مجموعه الجنوب واخرها بين تهم موجهه من اتحاد قصور السيف لهذا الفريق. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. وصلنا تقرير من الكاتب العام لفريق قصور السيف يوضح فيه المعامله السيئه اللي وجدها الفريق عند تنقل سيدي بوزيد الملاقات نادي المكان. الكاتب العام لقصور السيف اشار الى انه منذ وصولهم للملعب بدات المضايقات من طرف الجماهير، وحسب قوله قام انصار الفريق المحلي بالاعتداء على اللاعبين اثناء عودتهم لحجرات الملابس بين الشوطين، مما اثار الهلع في صفوفهم وجعلهم يرجعوا متاخرين للشوط الثاني. الكاتب العام ايضا اشار الى انهم تعرضوا لمظلمه تحكيميه من طرف الحكم سليم الجيزاني، وحسب قوله قام الحكم بمنح ضرب جزاء خياليه للفريق المحلي، وقال انه الهدف الثاني كان مسبوق بتسلل، وبذلك ساهم الجيزاني في انتصار سيدي بوزيد ليحافظ على سلامته وسلامه مرافقيه. اتصلنا برئيس سيدي بوزيد ليوضح الاحداث اللي رافقت اللقاء هذا. قصور السيف اصحابنا علاقتنا بهم طيبه، لكن تفاجئنا تشكوا منا. تشكوا منا بقينا حايرين علاش؟ شنو هي الاسباب؟ بالرغم اللي سيدي بوزيد اللي جي نكرموه لهنا ونفرحوا به. ما ماناش همجيين ولا ما نفهموش في القانون اللعبه، جمعيات كلها مستهدفه سيدي بوزيد، وتفاجئنا من قصور السيف اللي يعني علاقه بهم كبيره وخيان واصحاب من قديم، واحنا يثبتون اللي نحن ضربناهم. سيدي انا ماني ضربتك. يكشف لي اعطيني كيفاش ضربتك. يجي مثلا سي نادر داود في حنبعل يقول راي سيدي بوزيد عطت الاربيتر تريحه. اخي حاضر هو؟ اخي هو محلل فني ولا تابع للتحكيم؟ ولا يشوف يقيم في التحكيم؟ انا بقيت نبقى حاير. ونادر داود عيب عليه يحكي هكا. هو اخي كان جا معانا في الملعب وشافنا كيفاش ضربنا الاربيتر ما يسالش. وانا نقول راي ثم جماعه ثم جمعيات مستهدفين سيدي بوزيد، لكن سيدي بوزيد الصعود في عيون المستحيل. نادر الصعود في عيون المستحيل. احترام كبير لرئيس سيدي بوزيد ولكل اهالي سيدي بوزيد. تعرف على جيتك؟ اي اكيد. احنا راهو كيف ما يلزمناش نكونوا في ميادين تونس الكل وين ثم مقابله رياضيه باش نجموا نحكيوا في البلاتو. بالنسبه لي انا ديما نقول ان النوادي الكل سواسيه. أتشرف أن أنتمي لأي شبر من الوطن العزيز، ما عندي حتى مشكل. ونحب نضيف حتى في الفيسبوك عديد من أحباء سيدي بوزيد قالوا وكتبوا أنه نادي الداود بحكم انتمائه لجهة قرقنة أو صفاقس يدافع على نوادي صفاقس. أنا معروف بالحياد نتاعي، ما عندي حتى مشكل في الشيء هذا. لكن أنا تكلمت على مقابلة المهدية وسيدي بوزيد لأنه كان عندي وقتها تقرير حكم وتقرير المراقب، وهذه هي الوثائق الرسمية التي نعتمد عليها باش نتكلموا ولا باش ننتقدوا أي فريق. حكينا على أبو سالم وعلى الدهماني، كما حكينا على سيدي بوزيد والمهدية، كما حكينا على ذروي وقلقنا والأحداث اللي صارت. ولذا ما عندنا حد شيء في هذا الكل. لكن الكلمة اللي قالها في الختام أن الصعود في عيون المستحيل، هاي كذلك هذه كلمة كبيرة. نتمنى الصعود لسيدي بوزيد وكل الفرق التي قاعدة تجتهد وقاعدة تعمل في كنف القانون والاحترام. ونرجع لكلمة لبيب، شكون مش نصدقوا النوادي اللي قاعدة تقول والفريق هذا قاعد
كذب ما عادش عارفين شكون نصدقوا. لازمنا عين في كل الملعب. يذول نصدقوا الوثائق اللي عندنا، لانه نحب نقول انه على لساني ولسان زملائي موجودين هنا، نحن راهو نحكيو ديما نقولوا مبدا الحياد والاستقلاليه والشفافيه، وما لنا من وثائق راهي من الشمال للجنوب راهي بلادنا. راهو نحن كي نحكيو على العنف نحبوا نحيوا، راهو كي نحكيوا على التحكيم نحبوا شفافيه التحكيم، كي نحكيوا على امور فنيه الاخرين يحبوا لمزيد تطوير الامور الفنيه. ما عندنا حتى غنى وحقد ضد اي جمعيه راهو في تونس، كونوا متاكدين. بل بالعكس، نحن نسعى الى مبدا الحياد التام وهذا شعارنا، ونسعى باش نكونوا شفافين. اليوم رانا معاك اذا كان معاك الحق، ضدك اذا كان انت ضد الحق. نبراسنا ومقياسنا هو القانون والحق واستفتاء الضمير نتاعنا. شكرا ليك طارق. باش نختموا بالجوله 19 لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، الموعد غدوه وبعد غدوه، دفعه اولى من المقابلات الدور غدوه في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، بعد ثلاثه دون حضور جمهور مقابلات الكل. النادي البنزرتي النجم الرياضي الخلادي عصام الرحموني، في ملعب عبد العزيز شيو بالمرسى مستقبل مرسى النادي حملون، في لقاء الضحيتين الشماليه والجنوبيه التحكيم لمكرم اللاقين، في ملعب طيب المهيري ب صفاقس النادي الصفاقسي الاتحاد المنسيري سليم بالخواص. النادي الافريقي يستضيف ملحمة ممسوسه في رادس، ما عادش في المنزل اليوم اخر تغيير وتحوير، هشام بركله حكم اللقاء. في الملعب الاولمبي بباجي اول مباراه للمدرب كمال الزواغي مع الاولمبي الباجي ضد مستقبل جابس، هيثم القصي حكم المباراه. وفي ملعب قفصه خوف القفصه الشبيبه القروانيه التحكيم لمحمد المدب، في الملعب الاولمبي بسوسه كلاسيكي بين النجم الرياضي الساحلي والشبيبه او الملعب التونسي التحكيم لفؤاد البحري. ويوم الخميس الختام، المباراه هذه باش تكون منقوله على قناه حنبعل غدوه ان شاء الله، متابعة طيبة لهذه المباراة. ويوم الخميس مات ثلاثة أيضا دون حضور جمهور، النجم الساحلي الملعب ملعب جرجيس، الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لإلياس السويدان. قاعدين نشاهدوا في لقطات من مباريات الذهاب. ساعة نقطة قانونية فقط طارق قبل ما نمشي للفنيين بسرعة، علاش الترجي اللي لعب مباراة خارج الديار يلعب نهار الخميس، وعلاش النجم اللي لعب أيضا في الكوت ديفوار يلعب نهار الأربعاء في البطولة؟ هو لانه التمشي اللي مشاو فيه هو بالنسبه للريغلمون سبورتيف الارتيكل 26 والارتيكل 26 بيس، خلينا نحكي على الارتيكل 26، يقول لك اذا كان لي ماتش دو راتراباج واعتبروا انه مباراه مقابلات متاخره الملعب يعني. الملعب التونسي والنجم الذي الساحلي ماهيش مباراه مؤخره وانما مباراه جوله، وبالتالي ما تخضعش لنواميس التاخير. اذا كان تلعب بالبرة تلعب بالخميس، اذا كان تلعب في تونس تلعب بالاربعاء. دونك سوف لي ماتش دو راتراباج، ماهوش ماتش دو راتراباج، سيت ماتش دو شامبيونا ديزيني من قبل لم يقع الاعتراض عليه، وبالتالي ما يتطبقش فصل 26 من ريغلمون سبورتيف. هذا يلزم زاد تحوير بالنسبه للقانون باش تبدا الامور ما بين المقابلات المتاخره وما بين مقابلات جوله كامله. فنيا كيفاش ترى ربما مباراة أو الجولة الغد بإجازة رضا؟ أولا بعد الهزيمة نتاع كل من نادي الرياضي الصفاقسي مستقبل مرسى في الجولة الفارطة، أكيد أنه صاحب المرتبة الثانية نادي الرياضي بنزرتي بحكم أنه يلعب مباراته في بنزرت بالذات عنده إمكانية أنه ياخذ الإسبقية. حوار المرتبة الثانية أنت حوار المرتبة الثانية. بالنسبة للترجي الرياضي في تنقل الجرجيس، دونك يا إما يأكد الفارق ويكون بالتالي تأكيد كلي على الفارق مع المرتبة الثانية، أو ربما جرجيس نظرا للاستفاقة اللي قاعدين نشوفوا فيها حاليا من خلال زوز مباريات الأخيرة يصنع المفاجأة في جرجيس بالذات. أسفل الترتيب استفاقة حمام سوسة باش نشوفوا مدى مردودها خلال الجولة هذه، اسكو باش تتواصل ولا، لأنها انتصرت لأول مرة في ميدانها في الجولة الفارطة. ثم المقابلة الأخيرة اللي هي النجم الرياضي الساحلي والملعب التونسي، الملعب التونسي انتصار أخير استفاقة، أو النجم الساحلي بعد الترشح لكأس أفريقيا اسكو باش يلقى الآليات نتاعو مع فوزي البنزرتي لبناء فريق جديد؟ جلال القادري في مهمة صعبة في بنزرت بعد انتصار ثمين ومتميز لجلال في أول إطلالة مع النجم الرياضي الخلادي، وكمال الزواغي في أول إطلالة ليه غدوة في مباراة قمة في أسفل الجدول أو القاع بين الأولمبي الباجي ومستقبل جابس. من المنبر هذا قلنا ما نخافوش على ابن خلاد، لأنه كمال الزواغي عمل خدمة كبيرة، الفريق قاعد يلعب في كرة قدم ممتازة ينصر إلا التجسيم. جاء جلال القادري عجبني حتى في التصريح نتاعو، شكر وأثنى العمل نتاع كمال الزواغي، وهذا نحبوه من المدربين نتاعنا. خذا الامور من جهه الناحيه الذهنيه حضر الملاعبيه، جاب انتصار، تنقل صعب امام نادي البنزرتي، لكن بني خلاد قاعد يقدم في اداء كبير. النادي الصفاقسي بعد هزيمه الملعب التونسي يلزم يعمل رده فعل، وكواليس النادي الصفاقسي يحكيوا على مدرب واستقاله واقاله، ويحكيوا كذلك على اجواء متوتره بين نبيل الكوكي وانيس بوجلبان. انا نقول الموضوع هذا ما في حتى شيء من الصحه، الامور قاعده ماشيه، الهدف تاع النادي الصفاقسي هو المرتبه الثانيه، ولذا الناس الكل قاعده تحكي، لكن ما ثم حتى شيء. نخليه الراجل يخدم على روحه، ثم مشكله نتاع تجسيم فرص بالنسبه شخصي، ومقابله من فئه ست نقاط بين باجا وجابس، ان شاء الله ما تخرجش في على كنف الروح الرياضيه. ان شاء الله ان شاء الله المباريات الكل تدور في كنف الروح الرياضيه، وما نشاهدوش المظاهر اللي تعودنا عليها بين
ظفرين في الجولات الأخيرة. بالتوفيق والنجاح لكل الأندية التونسية. هكا نصل لنهاية بالمكشوف. شكرا لك رضا جدي، يعطيك الصحة. حبيبي يعطيك الصحة، شكرا. طارق العلامي يعطيك الصحة، مشكور جدا. شكرا بارك الله فيك. نادر داود شكرا لك. لا شكرا عليك. الصحة. شكر كنزاري أيضا، مشكور جدا لكل الزملاء اللي كانوا موجودين في تأمين هذه الحصة. ليلتكم زينة، إلى اللقاء.